الحب تذكر وش؟ البوم حيزان. شو يطلع حيزان؟ حيزان شو يطلع؟ شنو حيزان؟ ايه هذا طلع عمره سلامة على الهواء من شو اسمه؟ هواي طلع مرة السلامة من الأسرة منتجة ويا السمن. شوف جمال السمن وشوف ريحته، ريحته تفتح النفس. شرق هواء لونها ريحتها طعمها من الأسرة منتجة. اي بالله الله يبيض وجيه. شغل الجنوب هذا، سأل الله يوفقهم. يا مرحبا يا عبد الله، والله اني صادق. الله يبقيك حبيبي. اخيرا صحيت من النوم، شلعت قلبي وانا من النوم. الله يبيض وجهك. لا شكر على واجب، غصبا علي ما هو طيب. اكيد. عشان امك وابوك ما يذبحوني. نعم، متى عندي صافيه ما تنسى. اكيد، عسى الله يحفظها. ثاني شيء، والله تبغى صدق، والله اني اسف اني بسم الله عليك. ها اني غطني النوم، اني يعني ما مطي ما انت يعني لا انا ما نمت متاخر. حلوه نمت تقريبا الساعه 10:30 من 11. قمت الظهر الحمد لله صليت، مسكت البث شويات. سم شوف عايز شنو يبي. هذا مبرطل ما نقدر نقول شيء. إيه عشان ما يعصب علينا. مبرطل. أبي موية. هذه حساسة سدت التمر. إيه. شو يقول؟ براطو براطو ما عليه ناطرينك. ايه وش يقول؟ اي والله يحق لك يما العيون الوساع، اي والله يحق لك يما العيون الوساع، الزوم الغطرسه والهيمنه والكبر. شيخ الجمال انت سبب لها عذاره، صداع وشهان تمالها عن مجد اهلها. وكر صورتك فيها جمال اليوسفيات، ضاع واسمك حروفه ما تترك لنا سامي عذر. ايه لا حول ولا قوه. اي والله يحق لك يما العيون الوساع، اي والله يحق لك يما العيون الوساع، الزوم الغطرسه والهيمنه والكبر. شيخ الجمال انت سبب لها عذاره، صداع وشهان تمالها عن مجد اهلها. وكر صورتك فيها جمال اليوسفيات، ضاع واسمك حروفه ما تترك لها اسامي عذر. والليل لو تلبسينه ستر فوق الشعاع، شعاع طلتك ما بيني وبينه ستر. اعشق عشق العزاوي لا تعزو الشجاع، وغلا عيونك غلاة ما بعدها فقر. الله اكبر. لا نغير وينهم اليوم غريبة. إيه خلصت. الله أكبر كل هيا متخلص. قصتنا. يا زين هزينة. يا زين هزينة. هذا طول عمره السلام. بعلمكم في موضوع. بما ان الحين العصريات الحلوه الجميله، ففي موضوع ودي اسولف فيه معاكم. هذه يا طويل العمر والسلامه،
واحد عمره تقريبا 18 سنة، خلينا نقول السالفة لا جاء عبود أزين بعد عشان ما تروح عليه. عبود تعال خليني بعلمك في السالفة. هذا طول عمره السلامة واحد عمره 18 سنة. حلوة كبري. الله الله. فشنو موضوعه؟ موضوعه يا طول عمره السلامة أنه في يوم من الأيام، في يوم من الأيام كان طالع يتمشى زي أي واحد يطلع يتمشى يستانس، صار له موقف. الموقف هذا يا طول عمره السلامة هو قاعد يتمشى ويوقفه واحد، هو كان يتمشى على رجلينه ويوقفه واحد في سيارة، يا مرحبا يا هلا علوم أخبار، قال طيب، قال له أنا مشبه عليك، أنت اسمك فلان فلاني؟ قال له هنا، يا مرحبا ومسأل علوم أخبار، قال طيب، قال له بيتكم القديم هو أنتوا لحد الحين فيه؟ قال له طلعنا من بيتنا قديم من مبطي وسكننا في بيت جديد، البيت في المكان الفلاني، مرحبا بكم السلام. قال الله الله يرحبك ان شاء الله على اليوم راح نمركم. قال هذه والله المرحبا ومشى الرجل. حلو. الرجال على نياته بعد ما رياجل الطيبي ما يدري الرجال اللي قدامه من. راح قضى حوائجه. يوم رد البيت يا طول عمره السلامه الها الرجال نفسه اللي نشد عنه وجاء سلم عليه ناطرينه هو اربع رياجي. هو الحاله. يوم رد يا طول عمره السلامه هذا اللي عمره 18 شجاع. عرفت شجاع؟ شجاع شجاع بلية ما حد يقدر. هو يتمشى ويجونها الرياجيل متلثمين تشوفهم ما تعرف فيهم الواحد. يوم نادوه تعال تعال يا ولد يوم جه ولا يغدرون فيها الرياجيل. طقه منك طقه منك طقه منك. كالولد هذا طول عمره السلامة طق واحد فيهم طقه يعني الاربعه كانوا يبي يقطعونه تقطع. لكن هالولد هذا طق واحد من اللي موجودين طقه وحدها الباقيين كلهم انحاشوا. حي والله عينه. اللي انطق هذا طول عمره السلامة طاح هو ما ادري وشلون بالضبط ضربها بقص ضربها طراق. قال وكاد انه طاح ضرب راسه وين؟ فالقار. فالقار ضرب راسه وطاح في مكانه. الناس يوم شافوا هالولد طاح خويهم خويهم اللي وياهم خلوه وكبوا ركبوا السياره انحاشوا. الولد ما له شغل. الوكاد ويروح بيتهم الولد هذا. يوم يومين ثلاثة أربعة ولا جايين الشرطة عند باب بيت الرجال تقولنا باب سلام عليكم سلام وين فلان؟ قال فلان دخل تعال طلع فلان. الرجال طلع ما مسوي شيء غلط أمر ايش بغيته؟ قال تعال نبيك وبعدين تفهم الموضوع. يوم يطول عمره السلام أخذوه ودوه عند قسم الشرطة ولا قالوا له هندابح لك واحد. شلون ذابح لي واحد؟ عد البدل لا هندابح لك واحد ومن هالكلام. قال أنا ماني دابح دفاع عن نفس أنا جوني ينشدوني الرياجيل وين بيتكم؟ يوم دليتهم البيت يا طويل عمره السلامة أني هنا أني بعزمة الرجاجيل الطيبة تغادروني ودفاع عن النفس أني أخلي الناس يطقوني دافعت عن نفسي وطقيت واحد بالغلط وتعور. نعم. ومشيت أداري الواد اللي طقه مات. فحكموا عليه يا طويل عمره السلامة سجن 5-6 سنين. وكل ما يجي يوم يسوون استثناء استثناء يعني يعدونها يعدون شو اسمه كل ما يجي القاضي يبي حق وياهم يسوون له تأجيل تأجيل. ايه يوم صدر حكم الأخير قصاص والرجال ما له شغل في حال الله. هذولاك جوه بلوى بلوى دافع عن نفسه وطاح له في بلوى كبير. يوم يطلع عمره السلامة حكموا عليه قصاص وقالوا موعد القصاص بعد مثلا 10 أيام. ويروحون لأهل الميت ويترجون يحبوا رؤوسهم يا عالم يا بشر اطلب اللي تبونه حاض تنازلوا يمين يسار. قال متى؟ قال إيه على خير إن شاء الله. الوكاد ويلين الله راس أنت يا شويبة وقال أنا ما أتنازل إلا في 20 مليون ريال سعودي تقريبا حلوة هذه 20 مليون ريال سعودي. قال لي مالي. راح يطول عمره السلامة يجمع المبلغ وعطوه الرجال 20 مليون ريال سعودي بس اعرف عنه الرجال. قال طيب قبل موعد قصاص الرجال يا طويل عمره السلامة بيوم الا مسكرين المبلغ كامل. قبل موعد قصاص الرجال سكر المبلغ كامل قبلها بيوم. يوم جه اليوم يا طويل عمره السلامة هل يعلنوا فيه العفاء عن الرجال؟
الا اهل الرجال كل ابوهم مجتمعين وين؟ عند مكان الرجال اللي يبي ينفذون فيها القصاص. يوم عفى عنه ويجي انت يا شويبه قال له اسمع انا عفيت عن قصاصك يعني بغيت تموت لكن بامر الله ثم مني عفيت عنك في يديه، لكن من الشروط انك ما عاد تطب المنطقه نفسها، تسكنون في بيت ثاني بيتكم تتركونه، والعاده اشوفكم مطوط في المنطقه، ان شفتكم مطوط يا ويلك علشان ما يعني ما تصير مشاكل ولا الشيطان اي يمكن يجيهم مثل ما قال معاذ يزم الشيطان ويشوفون الرجال يا سلام. يوم انه طبقوا الاوامر في حذافيرهم وشاء دارت الايام يجي هذاك اليوم، تقريبا الى الساعه 12 11 11 بالليل رد الرجال من الدهنيه ورايح لبيتهم، ويجونه نفس الناس اللي جوه المره الاولى يبيطيحونه في الشر مش عارفين شو. يوم جوه الناس فطى عليه ويسحب نفسه ويدش داخل البيت، ما يبي يعيد نفس الكره اللي عادها المره الاولى. ايه بعد ما صار الموقف هذا يا طول عمره السلام يروح ويعلم عنهم الشرطه ان في الناس اللي جوني بالمره الاولى نفسهم جوني بالمره الثانيه وانا ما ودي اني اطيح في المشاكل. قال طيب الناس اللي جوها المره الاولى من هم؟ عيال عم الرجال اللي مات. عيال عم الرجال اللي مات لحقوه من منطقه لمنطقه ثانيه بس علشان يطيحونها بنفس السالفه علشان تطفي روحهم ويفتكون منها. يوم دارت الايام يطيحون هالثلاثه هذول نفسهم اللي بغى يذبحون الرجال في موضوع. الموضوع طول عمره والسلام هن طاحوا في مشكله كبيره. والمشكله هذه نفسها الكبيره ما كان احد يقدر يفكهم الا الرجال نفسه اللي بغى ينقص راسه. ايوه فيوم طاح طول عمره السلامه بالمصيبه الكبيره الرجال نفسه اللي بامكانه يعفو عن هذول الثلاثه ما حد يمون عليه ولا حد قريب منه الا من اللي بغى ينقص راسه. يوم سمع الرجال هذا بالموضوع يدق موتره سيلفي ويروح للرجال السلام عليكم والسلام. قال انا عندي في عندك ثلاث رجاجيل موضوعهم واحد اثنين ثلاث، انا ودي اني اسولف بالموضوع اللي سوى ثلاث رجاجيل بس احس انه صعب شوي مو ودي اني اجي بلد. قال طيب قال انا وش غلاتي عندك؟ قال لك اللي تبي. قال له تكفى ابيك تعفي عنهم. ليه يا ولد؟ قال ابيك تعفي عنهم وبس. سبحان الله من بعد الله ثم الرجال هذا اعفى عنهم. شاهد من الموضوع طول عمره السلامه ان الثلاث رجاجيل هذولا طيح الرجال هذا المسكين في سالفه وبغى ينقص راسه، ودارت الايام من بعد ما سكروا مبلغ الديه وراح في حال سبيله بغى يطيحونه مره ثانيه في نفس الموضوع علشان افتكوا منه. نعم. اخر شيء الثلاثه ذولا طاحوا في مصيبه وما حط لهم من الا اللي بيذبحوا الا اللي كانوا ناويين على نيتي شينه. سبحان الله شوف الدنيا واقدار انت تفكر في نيتي شينه، ممكن النيه شينه اللي تفكرها بالشخص هذا ممكن يكون في يوم من الايام. نعم. هو اللي يفكر قبل. صادق كلنا على نيتها. سبحان الله. ويوم انت طريت اخوي ضاري قصاص والله يبعدنا عنه. ذلك في شباب ها يعني تعرف الشباب اللي يروحون يكشتون ويسانسون وذا ذلك الشباب كشتوا يوم كشتوا حصل لهم تمازحوا ما بينهم وذبحوا واحد منهم. شو تمازحوا ما بينهم وذبحوا واحد منهم السالفة كذا الواضحة لهم حلو للناس وكل العرب. جاءوا بالولد اللي متوفى فلان انت خويه وانت اللي ذابحه يلا قصص شلوه ودوه السجن وحاولوا طلبيات ويجون الرجال يطلبونه تكفى فلان وجاهيات جون رجال وعيّر عيّر عطوه قالوا لو تبيش عيّر قال ابي قصه. جو اخوانه جو ابوه جو الرجل كلهم عيّر مرة الشهر الأول الشهر الثاني الغريم اللي داخل يقول أنا خلاص أساسا وصلت معي خلوني بس يعني خلوني يقصوني ولا خلاص ما بي كل مرة ينزلون على الساحة وتجون وتطلبونه ويعيي أساسا يردوني كل مرة يعني يحس أنه مات أكثر من مرة مو مرة واحدة يموت. المهم الشيء الموضوع أن الرجال
جابوه في الساحة الغيم وربطهم ربطين عيونه وجلسوه. جاء شوي بس راح أول ولد يهقش لين قفع راسه ومفكر رباط عن عينه ومتهرج هوية. قال ميده يا ولدي؟ قال نعم. قال أسألك بالله وش سبب قتلك لولدي؟ جلوس الشخص على الجلسة ذي ما يكذب لو إن إيش مهما يكون ما يكذب. الرجال في خوف رعب يصدق. قال أن الشخص ذاك حنا نتمازح تعدى علي. قال هذا الموضوع؟ قال نعم. لف كذا قال أطلق صراحة. الله أكبر. يطير الناس يوقعون على أبوه. تعال والله نعطيكم يعني زي يعني هدية له. قال والله ما أخشي أنا تركته من أول وما فعلت الصراحة إلا لوجه الله سبحانه وتعالى. حتى مع أنه ولدي بس أنا يمحاكيك الآن يا عبد الله. قد حصل معنا موقف تقريبا زي كذا. قالت أباعدنا عندنا هنا في الدواد تجي ليلة من ليالي وبعض بعض ندف الشبك وينفك معها الشبك وهي تسري فالليل وتسري يلبي وتسري 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 ليه جت فيه الحين مزارع عندنا هم المزارع ذي اللي مسكرات على خط مسكر عليها المزارع حلو ما بلا مجال لا يمين ولا يسار حلو جت البل بين المزارع ودخلت على الخط دخلت على الخط ما مجالها تروح لا يمين ولا يسار والبل طبعا عشان تمشي مع الزلت وفي الليل وبعنا تقريبا ثلاث وكل واحدة على قطر واحدة يعني كل واحدة هذا الخط مو بيمشي جنب بعض يمشي كل واحدة يمكن قدام واحدة بس أنا شاتلت على يمين شوية ولا يسار شوية حلو ويجيك ذاك الغليم اللي مسرع يمشي 180 ويقول واحد من أخوي أبوي قالها قريب السالفة ذي الحين لها يمكن فوق 7 سنوات 8 سنوات أكثر بعد فوقها بعد زيادة يمكن 10 سنوات الرجال اللي كان حادث الحاضر الحادث يعرف أبوي وما علم أبوي بالسالفة إلا قريب فهمت؟ لأنه قال أكيد يعني ما هو بيمي زي كذا وأنا فاضي يعني أعلم وش السالفة بس يوم جاء مع أبوي جلس وقال السالفة كذا 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 قال والله إني أشوفه مسرع من هناك جاي طاير يقول أبوي أبو نايف والله إني شايف مسرع من هناك طاير وإني أكبس له الله مولع في الشر يقول ما الغلي ما أبي يمي على جواله هم اكتشف الثلاث مات والغلي مات إخواني كانوا سهرين للبل يمسروا ولا يلقون الإسعاف يلقون الدم وبعد متقطع الرجال ميت هم يقفون شوي جنب الخط هم ياخذون لهم شوي هم يجون علم أبوي باللي صار يوم علم أبوي باللي صار الحين الغليم ذا عنده أخوان وعنده أبوه رجال عاقل دروب الخبر طاروا عياله وطار أبوه وطار الرجال وأمه الله يرحمه يسكن سجنات ما 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 يحسد على الموقف اللي هم فيه موقف عز الله لا يحطنا محله قال لي من الغضب ومن ذا قالوا ما نرضى الا براس راعي البل يعني ميدو راح هنا وهنا 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 واذكر انا كنت غليم حزتها وما استوعبت الموضوع بس عارف ان في مشكله وقالوا ان بعرنا صدمت بس ما ادري ايش صار وكنا ذكرناها تونا داخلين على رمضان ويجي فطور الا ربعنا محضرين عندنا احنا في الدوادي احنا طبعا جونا ربعنا من تربه جوت كذا كناره افطروا عندنا وسروا راحوا للرجال الشايب رجال عاقل يوم جاهم قال نرضى بالديه ديه عن الولد و يعني الله يستر عليكم يعني رضى بالديه والعيال يقولون لا ما نرضى الا براس راعي البلد وربي اللي يعني سبحان الله سخرنا الرجال ذا نرضى بديه وعطينا هديته وبعد اذكر على طول كان ابوي صام له شهرين عشان الكفاره عن الذنب الله سبحان الله شوف كيف يلا اي عز الله شوف ابغى اقول شيء
نصيحة والله العظيم أن السرعة ما منها فايدة، وأكثر من مرة نقولها بس لا أفهمها بمفهومك العقلي يا الشخص اللي قدامي، حاول تستوعبها، حاول تنتبه. صح مسوي أني يعني فاهم، صح أني صغير بس أنا ذا، بس تقول عبد يا أخي ذا صغير بس أني أخي مسوي فاهم، لا ما عليك من مسوي فاهم أو ماني مسوي فاهم، أنت الشخص اللي قدامي مو بشرط ان تسوق وانت تطق جوارك انك سويق وانك صح. ما شاء الله تبارك الله يا عمي، لانك ما تسوق انت طق جوارك جزء من الثاني ما تدري وين. اي والله العظيم ناس واجد الان على كراسي ومشلولين يا اخي، استوعب استوعب مشلول، تخيل يا اخي انك ما تقدر تمشي على رجولك اللي ربي رازقك اياها، تروح بها وترجع بها، تروح تقدر تقضي حاجتك وانت براحه، تروح وانت اي مكان تبي على رجولك اللي ربي اعطاك اياها جزء من ثانية. تخيل يا أخي إنك قاعد تمشي قل 200 ديزود بس إنك ماسك الطارة، حلو أنت سويق واثق بعمرك، قل رن رن جوالك دنك رميك دنك دنكت إلا إن جايك شيء قدامك في الخطوة ما دريت عنه. مو بشرط إنك إذا أنت ما أنت مسويق يعني تقول، لو قلت لك مثلا إنه دنك ولف الموتر تقول ذا ما هو بسويق، ما لها دخل. أي ظرف يحدث لك ممكن تروح فيها، طراها الماضي طرفة عين، طراها الماضي عادي، والسرعة والعجلة. مرة صار لي موقف أنا يا ضاري شخصيا، لو مو الله سبحانه وتعالى ثم خالي وجدي كان أنا مكان موجود حاليا في القناة، كان ما كنت موجود كلش. لكن بعد الله سبحانه وتعالى بعد الله سبحانه وتعالى، لكن سبحان الله الدنيا وقدارها. شوف حنا يا عبد الله أهلي طيب، يلا لك الحمد هذا فضل من الله. جدي إمام مسجد، وأبوي يلا لك الحمد من الناس اللي انسى الطوف والمصفوف الأولى في المسجد، خوالي وعمامي كلهم صلاح بيت صلاح بيت صلاح بيت. ف يعني ولا مرة يلا لك الحمد في يوم من الأيام والله بيت أسنيد صارت لهم مشكلة، ولا بيت جدي الماجد صارت لهم مشكلة نهائيا، يلا لك الحمد معروفين بالسمعة الطيبة ويلا كالحمد ونعم شروا من عندي ما عليك زود. فبيوم من الأيام صارت سالفة، أنا بغيت أروح ورا الشمس من ويش من عجلة، هذا طول عمره السلامة في يوم من الأيام خالي وزوجته كانوا ردين من السوق، خالي جابر اللي جانا هنا ردين من السوق ومعاهم ولدهم ماجد الصغير، فهم أرادين أول ما وصل البيت ويقول لي خالي ضاري هاك الثياب اللي هي الشاديش صعدهم فوق الغرفتي لأن كانوا في أغراض واجد بالسيارة. قلت طيب أول ما نزل دشلت زوجة خالي داخل خليت الأغراض أبي أصعدهم، خالي بالش بالسيارة ما أدري شنو ياخذ، ولده الصغير ماجد تقريبا عمره خمس أربع سنين هو واقف عند أبوه، يعني بيتنا راس على في الشوارع، خلى الراس خلى اللي على الدوار على صوب، خلى الواجهه لهني، الواجهه اللي هنا طول عمره السلامه، هذا بيتنا في شارع، في شارع قبال الشارع بيت ثاني، يعني في شارع بين البيتين فهمت؟ بين البيتين يا سلام، بيوتهم قابله بس بين الشارع يا سلام. الشارع هذا طول عمره السلامه العاقل 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 يمشي فيه عشرة، يمشي فيه عشرة ليه؟ لأن يدري إن ولدي بيزرق طفل خدامة شيء مني منه، ما حد يجي مسرع فيه نهائيا. أنا لجيت ساعات أمشي شوي أخاف إني يطلع بوجهي شيء. لا خصنا غريب ما يجيك تشوف غريب سلام عليكم. يوم إنه زرق طويل عمره السلامة هو يجي شيء، والله اليومك هذا اليومك هذا شوف السالفة صار له تقريبا أقل من سنة، والله اليومك هذا ما ندري شنو اللي دعمه، يا سيارة يا سيكل ما ندري. اليومك هذا سمعنا طقة، والله العظيم وبالله الكريم الولد كان بعده بعد تقريبا القلاصات هذه طار له طيرة مني الباب البزنس، طار الولد طار اندعم وطار ما ندري شنو اللي دعمه. يوم طلعت ويصيح خالي وقطة ثياب وروح اركض وخمطة ماجد ما يرد، ولد صغير قلنا بس خلاص يا نزيف يا فيه شيء عسى الله لي يقوله، خالي ما يدري وش يسوي، هو يلحق ولده هو يروح يجيب البطايق من غرفته ما يدري، قال لي ضاري ركب السيارة على طول. صايحت لزوج خالتي قلت يا ابو عبد العزيز اول ما جاء يطول عمره السلام ركب السيارة معي انا وزوج خالتي وخالي الثاني، ركبنا طرنا فيه للمستشفى.
دشينا المستشفى طول عمر والسلامة، حالة طارئة ما تدري الولد صغير بالعمر، هو يبي يموت، هو في نزيف ما تدري. دشينا طول عمر والسلامة المستشفى، أول ما تدش على طول وين تروح؟ للأشعة. الطوارئ على طول يودونك وين؟ للأشعة، تفحصه تشوف شنو فيه ما فيه، بعدين توديه للدكتور على طول. لبيه. يوم دشينا عند الأشعة طول عمر والسلامة، ولا يجي الدكتور هذا نفسه. قال ما ادخل الولد الا لما تجيبون بطاقته. يا ولد يا ابن الحلال الولد يبي يموت تو مدعو. قال لا لازم تجيبون بطاقته. بالفتره هذه يا طويل العمر والسلامه اللي قاعد نتناقش فيها الا طالع بوجهي من خالي. اول ما جاني يا طويل العمر والسلامه يمسكني من كتفي هي ويطقني بالطوفه، وين الولد وين الولد؟ يا خال مو راضي يدخلنا الدكتور هذا، يبي البطاقه، وين البطاقه؟ مخه انفجر، ولده مدعو. يوم سحب البطاقة ويعطيها الدكتور، روح اطبعها داخله، يقول ارحب يا ابو محمد داخله داخله. ايش سوى الدكتور؟ قال لا ما داخله، ويمسك خالي ويدز خالي. انا يا عبد الله اذبحني موتني، اذبحني قطعني قطعه قطعه، بس لا تقول الجابر لا اراديا. اول ما دز خالي قلت انت ليه ما تسمع كلام؟ اقضبه من كتفه وطق حيل في الطوفه، راسه ضرب في الطوفه. اي لا اراديا يا طويل العمر والسلامه ردت فعل اقل من جزء من الثانيه. يوم انه شفت احد حط ايده على صدري دزني ويصطرني طراق الا من خالي. يا ولد مخي وقف، مخي ما قاعد يستوعب، بطالعه ميت من القهر ما ادري وش اسوي. بطالعه وطالعه وازرق على طول المستشفى الا اي والله الا في حديده طايحه عند باب المستشفى. طايحة والله العظيم يا انها ناشبة بين الشجر يا عبد الله، شوف على الغضب وش يسوي. لا يا امام الواحد ما بوعي، هاي المشكلة. ما مو بوعي. ما يدارك عمره في وقت الغضب. يوم انه والله العظيم بالله الكريم لازقه بالقاع واحط رجليني بالقاع وامزحها وادش المستشفى ركض. ما ادري انا بطق خالي ولا بطق الدكتور. رحت بضرب اللي قدامي. شوف الحرة وش تسوي. يوم ما دريت الا زوج خالتي خامطني من خصري وشايلني ومطلعني برا، قال اركض السياره ولا عاد اشوفك موجود، رح وجهك ما ابي اشوفه، رح. مخي ضرب، حطيت تلفون نمط الطيران وادق سلفه اروح وين؟ للبر. مو بزينه ترى تسوق وانت معصب، الواحد ما رحت للبر والله العظيم واقعد في الخرا واقعد كذا ميت حره ما ادري ودي اشق ثيابي. يوم انه شاف الولد وعينه واموره وامورها طيبه ويجي الدكتور، انت يا الدكتور، قال والله العظيم بالله الكريم ما اطلع ولا حد يطلع فيكم الا لما تجيبون الولد هذا اللي ينطق ايده. ما حد يطلع بالمستشفى ويدقون على الدنيا والعالم. يوم يا طويل العمر والسلامه جاء درب السالفه جدي ويجي جدي. قال الموضوع واحد اثنين ثلاث. وقول له جدي يا ابن الحلا عي من الله خير الدكتور المصري. ونعم بهالمصر. يا ابن الحلا عي من الله خير اذكر الله لحظه غضب منها كلام. ايش قال الدكتور؟ قال والله العظيم وبالله الكريم لو ما الطراق اللي طقه خاله، ركز شوف، لو ما الطراق اللي طقه خاله ولو ما الرجال الكبير في العمر هذا حشمته لحيته، والله العظيم بالله الكريم ما راح ارحم هالولد هذا، الاخذ حقي وزود. فشوف الطراق اللي طقني يا خالي هذا لو مو طاقني فيه الطراق كان رايح 60 داهيه. المسألة ما هي بلحظة الغضب ولا اني رحت للدكتور. المسألة ان جاهل عمره 4 سنين مدعوم ومصروع ما ندري هو يبي يموت هو في نزيف. دخلنا عندي يا طول عمره والسلام بالمستشفى نقول دخله سوي له شيء، يقول لا انطر اي انطر احد من اهله يجي علشان تعطيني بطاقة وعقبه دخله. وجاهل لو انه ميت انت وش تبي تسوي؟ تبي ترجع انت من الموت؟ نعم اي تبي ترجع من الموت؟ ما انت مرجع من الموت. فهالسالفه هذه انقرصت منها قرصه مو طبيعيه والله العظيم بالله الكريم، يعني ما ابالغ لو يجي الحين واحد بالشارع، لو يجي واحد بالشارع الحين ويقضب ويدقني دق ويمسك وجهي حكه في القاع، والله ما مدي اقول يعطيك العافيه ومشكور امشي. لان ولا ضربه واحده والله لو تطق واحد طراق يروح يشتكي عليك وتدفع الدراهم كل ابوها ولا تنقط بس سجن تخيس. لا مو هدفع دراهم كل ابوها، بل ما هو تكلم انت الحين مديت كلام على تميز. ها حبة تمشي معي، انت مديت يدك على من؟ وقتها؟ في وقتها؟ على شو اسمه اللي يشتغل في الشرطه. اي صح ولا لا؟ لا انا ولا انت ولا غيري
ولا راح يجي بعدي ولا يجي بعدك يمد ايده دكتور صح ما يصير دكتور ما تمد ايدك عليه لو ويش تصير لو يقول لك لا ممنوع دش ممنوع دش تمام مستحيل صحيح دكتور كلمته ماشيه كانه يد وزير في الدوله صح لا لا انت موضوع خاص ما تسوي شيء صحيح مالك لا تدعي له ولا تضر الدكتور شو يسوي جراحه صحيح صح ولا صحيح. اوكي لا تاخر دكتور ترك تاخرت الدكتور سو كذا نحن 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 نحن, نحن ليه ما يزهق خلاص يدخل على طول اذا حنيت على الدكتور واجد خلاص يقول هذا ازعاج له دخله تدري ايش اللي صار الولد مدعوم الولد مدعوم ومصروع عمره 4 سنين قلنا والله والله تشوفه يا عايض تقول ميت دخلنا على الدكتور نقول دخل الولد يقول لا ما دخله الا لما يجي ابوه ويعطينا بطاقته يوم جاء خالي جابر اللي جهنا اعطاه البطاقه قال يا ابنه حلال والله يا بصيغه هذه كان ادري ايش اسمع ابنه حلال دخله ولدي بيموت ولدي بيموت قدام عيني دخله يقبض خالي يدس خالي قال ما راح ادخله هني انا انفجرت جيت قربت من كتفه رقعتها في الطوبه ما دريت اللي ساطرني طرق الدكتور هذا ما يستحي اي وقتها والله العظيم بالله الكريم يا ان الواحد يفقد عقله الحين لو يجي واحد والله العظيم يذبحني يدق خشمي اعطيك الله العافيه مو بخوف لكن طبعا الواحد بالله ما يسمع لك العقل زين نعم الله ميزنا عن الحيوان انتم كرامه بالعقل من خاف سلم اسلم لا والله العظيم تنقط في السجن تقيس ما حد يدري عنك المشاكل ما منها فايده نهائي والله انك صادق يا اخوك يا ضاري ايش تبي؟ ايش تبي انت؟ يا عبط صح؟ استعبط انت انت ماخذ عقاله؟ انا برطور قاعد هنا عقالك خلاف؟ صحيح عقاله؟ عقاله من بزنس واحد ما درى عنه بزنس 87 يجي ياخذه بالعقل يعني بالعقل يلا حلها يا امبراطور ها من بزنس واحد حلها بالحق ولا تبيني احلها كحميه ان والديتي نبي حق حق؟ ايه مالك اي صلاحيه؟ ها لو يمسك عقاله ويعلقه اهله يقول ما حد يجي لي من بزنس 100 ها ما تجي الله هذا الحق احنا راضين في قرار هذا حق صح ولا لا هل انت شريته لا هل هو خاص فيك لا ما غير جبت فيه نوامي بس بس اتكلم فيه خذت فيه عصانات بس بحش انا قاعد اجي هذا راعي نوامي ايش حالك يا امبراطور ارحب يا ابو وتار ايش رايك في السمن يا شفت تشيل جميل امس الله يسلمك رايك في السمن يا عايض سبحان الله يا عايض يعني ناس احيانا يكون فيهم بركه عرفت بركه كل شيء انت انت رايها يا ابو الله يطول عمرك شكرا يا رايك فسه من ورقه حلو من لا لا هذا طرش الوان جابوها اليوم كذا كذا لا سكر سكر صار تدري هذا تدري هذا انها تسمى رساله السلام متى جابوها هاي الكشاف اليوم الصبح هاي الكشاف هذا رساله السلام هذا طير شلوه كذا هذا اي والله وش يصير أنا انطل انطل صار لي انا موقف في الحج لا في سالفه برد عليها على باري يقول دكتور ما دكتور يلا انا واحد من اخواني حلو كان راح مع اخويا تجهيز ما تجهيز طبعا رسمي يعني اي واحد مثلا في سن 20 18 19 هذا في السن هذا المراهق في السن المراهقه تلقاه يقول انا احب التقحيص طايش فاهم طيش احب اقحص لا نكتب على بعض نقول شوف الشباب يشوف خويانا هو ما التقحيص ما في شيء فاهم هو ما في شيء احنا نقول له عيب قالك رجال لا تقحص ما ادري شنو ما في شيء فاهم بس انه هو ما يجوز تعرض نفسك تهلكه انت مو تهلك خطأ فهمت ولا تصرف ايديكم ولا التهلكه كتصرف خاطئ وانا لو ادري يعني لو دريت ولا ابوي لو درى قص صفقه الكلام ده صلاه الجمعه الواحد اللي جاء صلاه الجمعه ايش يسوي جهز للجمعه جهز الصلاه يتروش ده يتعدل ذكرته ويروح يكون في غداء نعم صح عمانك تجتمعون تحس يوم روحاني صح نعم ويوم عائلي بشكل عام نعم هو يوم الجمعه هو اللي يكون يوم عائلي هو كل ايامنا عائليه ما فيها شيء إيه بس هذا اللي تعلى به الجمعه صح كعاده الجمعه تلذ في يوم العائله قومي ابوي الساعه 10 الصبح 9 قم اخوك سوى حاله اي والله قبل الجمعه يوم الجمعه عرفت لي ايست قلت يوم جمعه اخوي حالي اقوم اللي يصير بحرك
الحدث وين؟ منطقة صبار أحمد. ها. شو مسوين؟ أخويا يقحصون سيارته من 6 سنين يقحصون طلعت رقبته من الجام اللي وراء. عرفتوا مولد ديكسن في ورا قزاز من ورا صح؟ رقبته طلع بين الحديد ورا. ركبوا الذي ايش اسمه ذي؟ هذا شد جينا قال ما اقدر اسوي شيء لازم اجي لابوي يوقع. طيب زي الولد يموت؟ في المستشفى ولا في عند الحادث؟ في المستشفى. يموت الولد؟ هو مغمى عليه. حتى الحادث مغمى عليه. يموت ما سوى شيء لازم يجي ابوي. اوكي هو جاء قال انطر اسعاف. لا غطي على زين جبهنا ها لا شيء لا بعد لا قول جبهنا هذه هذه عدلتها عدلتها شلها ما لها لزم شلها مغطي عليه زين معي؟ ايه يسلم قال قال انطر اسعاف شو كان اشوف حلو السلام عليكم السلام ورحمة الله مساكم الله بالخير الله يرحمك اسمع لي سؤال انت عبيط ولا تسالوا؟ بعد السالفه اسال والله مديها والله مديها انا حلفت يا ابن حلف انا حلفت والله نجيبه معند ما في فنادي معند سالفه تاخذ تخيل معند 4 سنين عمره 4 سنين والله العظيم شلون الناس يعني معي؟ ايه ولا يقول معك معك انت رساف الحين ابوي على ما جاء هذه اخذ نص ساعه ساعه بسم الله نص ساعه على ما جت هذه ساعه الحين في مستشفى بس ما في اسعاف الاسعاف يكون مثل ما تقول شنو مو في مستشفى كبير مستشفى صغير صح؟ تخصصي وزي كذا ايوه ضاريه الحين ننطر المستشفى الكبير الاخ الفاضل انه يدز لنا شنو؟ الموافقه لا لسه يدز الاسعاف قعد ساعة و40 دقيقة. قسما بجلال الله. اخوي مسوي حادث. تقحيص حلو فهمت؟ لاحظت. ايه. يعني اخوك شربوط. خليه يكمل الرجال دقيقة. خليني اكمل كلامي بعدين. حلو؟ ها. ايش كنت تكلم عنها؟ ما اشوف. انا ناطرين الاسعاف. ايوه الاسعاف. ضروا الاسعاف بعدها ساعة و40 دقيقة جات. ايش لو ودوه؟ راح نشوف السيارة. ها؟ راح نشوف السيارة. الحين دخلنا عند الدكتور قال لا مو طيب مو في شيء ما في شيء أشعة فهم؟ حلو. بس رقبة فيها فقرات رقبة فيها رضة. لا ما أشوف شيء. يوم جينا مو هو اللي يسوق. أخويه اللي يسوق. في مكان والله العظيم رياجيل ما في ولا سيارات تمر عليه. شو اللي ربي سخر الدورية ذي عندهم مدري. الله أكبر. الدورية كيف جاتهم وقدموا؟ قدموا وخلصوا وراحوا الرياجيل. فهمت؟ جات الدورية شافته. وكان مكان هذا ما حد يمره، ما حد يمره في الشارع خذ ما حد يمره. نادر اللي مره نادر. طيب خويا وش جاء؟ خويا باقي ما صار عليهم شيء، هو طلعت رقبته من دريش اللي وراه. ما فادت. عرفت الديتسن ما يجيك جاء من وراه؟ عرفت مو يجيك؟ ها؟ صار كله. اي رجال. 18 19 كلام قديم. كلام ذا قبل. 3 سنين. طيب. انت رايح بيقول دكتور ما دكتور. والله يا دكتور ان عي يدخل ابوه. عي يدخلني انا يا اخو. قال له. والله مسوي حادث. قال له. بس ابوي صاح واو تنرفز وصاح عليهم. ما دخلوه ليه؟ عشان التفحيط ولا كيف؟ ما دخلوا قالوا له انطر الموافقه. انطر الموافقه. زين وادي بيموت والله شلون؟ تحسب تدري ايش سوى؟ ها؟ كيفكم تحملوه انت وزوج مات ما سوى شيء قال تحملوه انت جاي قاعد يقول خلوه يقول خلوه على كيف يصير شيء يسوي انا عارف شلون اشتكي عليه خل مات الولد يوم عاش الولد يوم الرحمن ترى يموت بيني بالسلام عقبها امسكه ابوي امسكه ابوي كلمه اول مره كلمه ثاني مره كلمه ثالث مره قال اقسم بجلال الله والله لا اشوفك جاي ولا مفكر انك تفحط ولا جاني ذيك المره ايش قال لي؟ قال ابي ونيت ايه ابي ونيت اسمع قال ابي ونيت اي والله رايي يجيب انت تدري ليه ابي؟ انا ادري ليه ابي جاني قال ابي ونيت وش الونيت طيب؟
قال ابي ونيت وابي بارك له بولين ومدري شنو حلو تكمل. قال لي تعرف ابي كذا نفس الشرير للشباب ودول. قلت خلاص توظفت؟ قال لا. قلت اتوظف اصير معاشك. قلت انا عن نفسي بشتري لك كامل مدير السنه كنت مع الرياجيل داوم في جامعتك ولا روح داوم تبص لك تسوي اللي تسويه كلام طيب في السيارة توديك وتجيبه سيدا بس ونيت ما ونيت السؤال ذي لا اشوفها صارت قدام باب البيت حركتك معها كذا حرك اتصدق ولا اعرف اقحص والله يا رياجيل ما اعرف والله واللي فضل النعمني ما اعرف حتى بريك بنزين ما اعرف تبي تضحك حتى بريك بنزين ما اعرف عايز تبي تضحك كيف بريك بنزين يعني نمره يعني ايه بريك بنزين توار ما اعرف مطالبه بما انك مبارطه ونبي انا داخل على الله ثم عليك يفصل فيها راح يفصل فيها بس انا داخل على الله ثم عليك اسمع عايض لا دقيقه زين ادي اي بقول شغله ما يحلو عندك عايض عايض نبي سالفه الكسنت ها يوم تزلك قدام الشاحنه تكفى بعد راي هج ولا هجوله هجوله ما يهاجم هجوله انا والله تموت يا عايض تكفى يا خلف ابيك تنصف يا امبراطور هذا رجال له 80 يوم نفس اللي في بزنس 80 يوم اي 80 يوم من ايام التصفيات وهو متعش حلو ممتع اكثر من 80 يوم قول له الله اكثر وفالح اسمع هو عايض انصف كنت انت موجود انا قمت انصفك انا انصف على طول ما يتعدى ما ادري باللي حاصل اليوم بعد اي ما ادري باللي حاصل اليوم تفضل كمل تفضل قررت قرار رحت يوم طلع من الاستبعاد جبت 3 عجل ممتاز وضاعت وكل ما بغيت البس والله ما معنا كل ما بغيت البس غتره اني اجلس ما لا يقل عن 10 دقائق ادور عقاب ممتاز حبيب حبيب عند دبلة كبير طلعنا يوم طلعنا طلعونا ليوم التأسيس جبت عقاب ولا عاد عينته طبعا العقاب المميز الوحيد هذا يعني ما حد يبين عليه ما شاء الله تبارك الله مو حلو حلوين اهم شيء اني اعرف اللي قد على راس احد متميز خلني اعلم اسبير على ضاري اسبير يا الفي العافيه يا ضاري ضاري لا جيت ابي ضاري عقاب عين يا وجه استح مره ضاري عدنا عين جاي يوم يعني وجستح اسمع جاي يوم امبراطور ضاعت العقل كلها والله ما يمديني ادب العقال دخل بيدخلون الضيوف الضيوف الديوان ما معي عقال حلو كفاري عند العقال رجال انت كابتن طياره اي عقال ثوب يضل عند العقال اي عقال عقالي هذا اللي علي لا اللي كان على راس كفاري انا امبراطور قال لا كفاري انا امبراطور بيدخلون ضيوف زعيد انا بستقبلهم قلت يا ولد يعطي اظهره ويا تخلبه انزل كمل بالعقاب الضيوف بيدخلوا وفعلا ادخلوا الضيوف وغلبوا انا اللي استقبلته استقبلوا معي ما معي عقاب اقدر استقبل حلو توعت ضاري كنت ناوي اغتاله الغرفه نسيت انقهر نسيت توني اتذكر رحت جاء اليوم الظهر اي يوم جاء امس وعطي حمزه البطاقه قلت اسمع المكوه خمانه خذ غترتي ذي واكواها. اتعهد على نفسي ان الغتره ذي ما تنافس ولا يلمس احد. وعطى البطاقه حاجه قلت اسمع وجيب لي طاقيه. طاقيتي ضايعه. قلت جيب طاقيه. قال اوكي. روح اكويها وربطها. لبستها امس وصفطتها وحطيتها في الدولاب خلاص عشان ما تنافس ما ادري. لقيت يوم الظهر لا الشيخ يقومني. اقومك ليه؟ خذ خلف 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 اطالع لابس غترتي اللي انا كويها امس وعقالي كنت ضاري يقول يقول قم ما ادري قم صلاه ما ادري كنت ضاري اول كلمه قلتها كنت ضاري اول شيء الغتره صفطها وردها محلها ثاني شيء العقال حطها محلها ممتاز قلت ضاري لا انتهى يرحم والديك حلو حط العقال خلاص زين العصر قام مع الغتره قال اي تمام حلو كم اللي وانا احتري ضاري يدخل علي نص ساعه
كم لي ذحين الحين عقب صلاة العصر؟ كم يا أقول لكم رقدنا على هذه القصة، لا أخذ خيزران أطلب إيضاح. هذه قضية يا أمبراطور يحتاجون جلد، جلد ضاري يعاقبهم من البث. لا تكفى أطلبه يرجعوا غرفة النوم. هذه قضية زين اسمع دقيقة، هذه قضية أي تتكلم عن الإمبراطور. هذه قضية لا عادية موسى، هي موسى موسى هني إمبراطور لازم أشنا موسى هو الحين يشتكي للإمبراطور صح ولا؟ بس أنا أشنا يا رجال هذه قضية ولا إله الله قاعد نشتكي الحين احنا سمعنا اسمعني سمعنا من الطرف الاول لازم اسمع والله لا شعطم شعطم موضوع هنا طول عمر السلامه انا جاي من الكويت انا وعايض جايب يمكن 10 طواقي واقل واحد ما عندي غيره لا حول ولا قوه وجايب وياي ثوبين بيض غير الثياب الباقيه ملونه جايب وياي يمكن ثلاث اربع شو من بزنس واحد البزنس 12 ما في ولا شيء هذا اللي كله ما بيوقع حلوين دقيقه بعلمك ليه عشان انا ما قاطعتك لا والله بعلمك كل حاجه غلط خلف 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 لا 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 ما لا تبرر لا تبرر لا تبرر لا تبرر لا تسكت ولا لا لا رجاء انا ما تهمسك رجاء اسمع خلنا اسمع انا اسمع من طرفك صح انا ما قاطعك اسمع طرف هذا برجع بيض الله وجه ابو سعود عسى الله يحفظه حمد ما خلى لي شيء كلش ما خلى شيء لا مني ولا منك ولا مشو حتى هو غايب ذكرتنا جيت خلف قلت يا خلف أقال هذا أبي قال طب حلوين هذه من بداية البرنامج وعقال طول عمره السلامة تحداك ارحب يا أبو طلاب لا برضو لا لا برضو بطلي بطلي هذه أنا بروح أساس تعال تعال ضاري صبر صبر دحين فريق اليوتيوب ايش يكتبون خلى اليوتيوب خلاص ما بين شو اسمه خلف وذي عشان قالوا طاقيه والله صدق ادري دقيقتك موسى خلنا احنا قاعد نشتكي للامبراطور عشان يعرف ليك انك رايش اصابه مصري واحد بزنس عادي عادي مصري بس افضل باكل راسه فيا طول عمره السلامه قلت حق خلف يا خلف ابي العقال بيض الله وجهه اعطاني عقال متى بعد ما خذ تاج البزنس اول مره شوف اذكر انا اذكر كل شيء إيه بابا علمك عطاني اياه قلت ابيض الله وجهك هو انا البسه حلو لبسته عقال يطول عمره السلامه جن فيه تقريبا اربع حصانات يعني هذه الاربع حصانات شنو مسوي بعقال انا في انجازات في تطورات يعني هو جاب سوبر هاتريك اي جبت يعني انجازات حلوه يعني جاب سوبر هاتريك جبت انجازات حلوه دقيق بعقال العقال هو اللي سلمك من دقيق لا لا دقيق خليني بتكلم لا 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 العقال يا طويل العمر والسلامه لا لا من راسي من راسي والله اني كلمه انه قال كيف اطلع علي عقال خلاص اي دقيق جبنا النواميس بعقال هذا واحد اثنين يا طويل العمر والسلامه يوم دخلت ابراهيم العقال من زود الشنار اللي فيه والصعاطيف ردني يعني في امور ما ادري بعد اليوم تطلع بوالد ترجع العقال احنا نمدحك كان تقوم من راسك كان تقول العقال ورا اللي كفو عقالك ابو فالح كفو كفو ورا اللي كفو قلبك حيوان ورا اللي كفو عيون فعقال هذا طول عمره السلامه انا مع ان عقال خلف سويت به انجازات اكثر من مكان على راس خلف لان دقيقه فالمفروض هذا طول عمره السلامه العقال يسجل باسم ظهري سنيد ليه تاخذه من راسي يا خلاص يعني 88 يوم ما فقدت عقال ما جاء الا اليوم اللي ما لقيت لك عقال تلبسه تجي هنا مبطت شبدي مبطت شبدي عقلي تغدي احنا اللي مبطت شبدنا دقيقه انا يا خلاص لو تقول لي واري قط راسك بالنار اسمع لو تقول لي قط راسك بالنار علشان انك خويه فحد روحي بالنار عندي خلاص لا اخوي مو يحذف النار روح يحذف نفسه عادي عادي يروح يحترق عادي علشان هو خش عادي محمد عيسى قفل من زود الخوه من زود الخوه اللي فيني اقط نفسي بالنار عشان خوي الحين تجي بارده مبرده تاخذ عقال وبنواميسه ما يصير انا اطلب العدل مضبوط تطلب العدل صح يوم ما لابسك ضاعه يا ضاري ابن السيد ليه ما لابسك ضاعه؟ لا وغترك شمرك غترك لانك تلبس اغراضك بالله اللي سوالف هاي لانك ناسي اغراضك اسمح لي ابغى تفلت كم مشمغ؟ اغراضي ضايع كم مشمغ؟ قسم بالله يا الغتر اللي لبستها انت لي انا يمكن اربع وانا ما كذب اقول اقول لك شيء اقول لك شيء ما اجحد والله ما عاد معي الذي ما اجحد هذا شيء انا ما اجحد ثاني شيء جيت بشال تذكر الشال انت اي والله شال الكشميري اي بالله اللي اقول لك والله يا ضاري انه باكثر من 1005 اي بالله حلوين عز الله هو لبست اكثر منك وما خرب عندي هني علامه استفهام وين خرب؟ خرب عندك انت يوم وديته دقيقه بعلمك يوم اعطيته حمزه قلت يا حمزه روح كوه وجبها الرجال غسله هو غبي انا ايش ذنبي؟ بعلمك لقيته من طول شال ب 1005 عينه من طول غضره تغير لون الشال لا قلت يا رجال ليه؟ اعطيته حمزه قلت حمزه اغسله ابو خاض اغسله راح اغسله جابه هي راح الشال ما عاد يلبس
اي والله هذا انت الشال انت الحين لا تعطيني موضوع الشال مشال انت الحين برر موقفك احمد قلت عندك كلام تقول عنه هو خلاص عقالي يبيك بس انه ما عاد احد ياخذ عقالي خلاص حكمت المحكمه حضوريا انزين النواميس اللي جايبه حكمت المحكمه حضوريا عدم انصف انصف انا امبراطور تعال 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 تصير عايض مساعدك لا مساعدك انصف خليك منصف تصير عايض انزين عايض تصير عايض لا اللي تبي ترى شكرا امبراطور علشان النواميس على الاقل يوم وترك لا حكمت المحكمه حضوريا عدم لا لا عدم لا لا عدم فتح دولاب غير دولابك واخذ منها الاغراض من غير وجه حق العقال يا حيوان امبراطور هذا اول شيء ثانيا حكمت المحكمه حضوريا باري سنيد بان يدفع 1500 ريال لا الغلط لو سمحت لا لا الغلط هذا اجار قيمه اجار العقال ثمانين قرار محكمه قرار محكمه قرار محكمه غلط محمد قرار سامحه بتخليه كيف هذا قرار محكمه غلط حمزه قرار الثاني انا مسامحه قول الخامس حكمت المحكمه باري يكلف بمدان ب 1500 ريال خلف القحطاني والله عاد اجار العقال لحظه اتكلم كم شاري العقال انت عقال مشاريع ب 400 ريال 400 ريال إيه؟ اجل انت من اربع من يوم بزنس 1 الى 84 تعاون الحصانات كم دفع في الحصانات وخليك تاج اصلا بزنس 1 84 احسب انت 1800 ريال تدفعها لخلف القحطاني رابعا على كل تاج بزنس دفعته تعطيه نص القيمه خامسا وبنت ماخذ العقال عليك عدم اللامبالاة عدم اللامبالاة في أغراض الآخرين هذه عقوبة يجزى عليها القانون طيب ترى ماخذ مني شال بعد الله يبارك وجهك من أنا أي ماخذ مني شال كذوب كيف كذوب أي شال لا تكذب أي شال لا تكذب أي شال لا تكذب أي شال ماخذ مني شال أي شال إنزين هو ما يدري بس أتحاس أنت حاس لا ماني بحاس متأكد وميقن يقين تام الشال اللي لقيته منطوي عند سريرك شالي ذا الله امبراطور شالي ذا هذه اتهامات انصف يا امبراطور الله يرحم والديك اين الدليل طيب الدليل كيف الدليل اين الدليل وش الدليل كيف الدليل الا اسمع امبراطور الا اسمع هذا اليوم الدواليب ذي امبراطور انا عندي احصاء ترى رغم انك ماخذ مني في دليل حكمت المحكمه حضوريا حكمت المحكمه حضوريا حي عيرك لان باري سنيد مدان يحط في دولاب قفل مدان تراه ب 2000 ريال بشراء شال الفيصل بن طلال نفس الشال نفسه او يكلف بان يغير من الشال الى 2000 ريال سعودي يكلف انا اشوف انه يغير ولا ما يعني الشال خلاص تصفت وياه يا يجيب لك شال نفسه من نفس المحل او يدفع لك الفلوس اي 2000 ريال انت شايف دخوليته عايض انت طالبه بشيء انت طالبه شيء من هو انت شال اخضر انا اخذ عليه دولاب كام يعني انا باخذ منك ضغط خايس يا حبيبي ضغط خايس لو خايس ما راح اخذ منك لا يا حبيبي شال شال 2000 ريال شاري كشميري من كشميري الله يهداك تدري تدري تبي تدري كم اطلب معي انا من اول ما جيت البرنامج ها 6 اغتر 7 اغتر حلو 5 شماء 5 شماغات 5 شماغ 6 قطره 5 شماغات اسف واحد طاقي 5 شماغات 5 شماغات 5 سروال فانيلا صح 5 نفر شمخ 5 نفر مخ خمسة نفر شماء حلو؟ ايوه 13 فوق طبعا الاخ حمزه وداها المغسله 13 ثوب يا عزتي جاب لي كم؟ اربعة لا جاب لي 9 الباقي وين راحوا؟ احترقت اختفت راحت الكويت ما ادري سافرت راحت الكويت تعلق بالكبت ما ادري بس الاختار لحد الان السته موجوده انا بيني وبينك الامبراطور اليوم بيظهر الحق يومك تقول يا امبراطور انت حكمت بخصوص الملابس اليوم بيظهر الحق في وش اسمع بيبينا ما ادري في وش اليوم يوم حكمت المحكمه يا امبراطور حكمت باري سنيد اقفلها باستئناف بعد يمنع الاستئناف وخلاص تدقيق بالاوراق والمستندات التي اتهمت ضدك ظني انها في بان هذه الاتهامات باطله كيف باطله يا نوم عيني يا نوم عيني نعم 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 هذه الاتهامات باطله كيف باطل نعم يا عيال امبراطور بن طلال مدان بالاعتذار ومدان بان لا يا امبراطور ان يدفع لك المال 2000 ريال للنفسيه فقط
يا اخي امبراطور. لا 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 بس انا انا يا امبراطور يا امبراطور يا اخي لا لا انا والله تخلص ما قلت قاعد انا صديقك انا رفيقك قلت لك شوي انا معاول الامبراطور يا اخوي انصف يا عم العادل ولو على نفسي الله اكبر طيب اذا قلت لك ان الشاب الوزير وحاجباه وقاضي الارض اجحف في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل بعدين ايش قلت الكلام قبلها يا اخي انت صاير امبراطور ما انت بمصر دربال لا تشكك في عدالة ما تشكك لا اشكك في عدالة شو شغلكم عليه انزين دقيقة معاون ينشق من الامبراطوريه عايض لازم معاون ينشق من الامبراطوريه لازم لازم يوم السبت يا امبراطور عايض ها البرايم حلو حلوين حلو اذا دخل البرايم ها ظهر ابن سنين حلو اول برايم بيكون ما هو لابس عقالي لا تقول عقالك اسمع قل الناموس اللي جابه ظاري الناموس اللي خذاه ظاري من راسي وتنا وما اشبهه لا ها لا انا جبت النواميس كلها قبل تجيب انت بعقال اسمع بيبين البين يوم السبت بنشوف هل ضاري ابن سنيد بيرجع اذا ما هو بلابس عقال خلف ولا عقال خلف هو اللي كان يرجع لا والله والله ما رجع على النواميس اللي انجازاتي انجازاتي بعقال اشوفك ترد العقال بين وبينك تحت البيت تعطي اياه والله اننا نحب ضاري ودنا يعود تدري تدري انه من العقال من العقال الله يعزك ما صدق هو مو عقاله سويت انجازات بي اكثر مما هو سواها انا الحق انا اشوف طيب صلى على النبي يمكن يوم ابراهيم اخذ حصانه لو طيب صلى على النبي يمكن اغادر ما تدري ان شاء الله انتم كمعاونين بيدش انتم كمعاونين الا يا امبراطور ما دريت انتم كمعاونين ما درت بالحاصل وسلم وين ما درت بالحاصل امبراطور ما دريت لا ما دريت ما دريت لا ادرا في ثلاثة مغادرين القرية في ثلاثة مغادرين القرية نعم 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 ليه كلام صحيح كلام صحيح كلام صحيح ما تتحدث عنه يا معاون دخلوا علي كلموني ها دخل علي ابو عبد العزيز ليه ما كلموني انا دخل استاذ مني ابو عبد العزيز نائب مدير إدارة نائب إدارة المجلس ليه ما يستاذن وش عليك يستدرون امبراطور معاون تراك يا ولد فاهم ما اخذ امبراطور انت يحسبنا امبراطور دخل علي ابو عبد العزيز استاذن مني قال يا عايد بعد اذنك انا باخذ وليد محمد ناصر وباخذ محمد عويس طيب دخل علي الساعه اسمع 42 42 2 ونص قلت انا الله يعطيك اياهم ليه امبراطور بان الاحبال التي عليهم بامري انا طيب صلى على النبي هذول يطلعوا السلام عشان ابو صالح عشانهم شيبان قرر انه يجون عند البل لانهم شيبان نفس جوه نعم نعم اجواءهم مريض الله يشفيهم طيب احنا نطالب من ولد ابو صالح ابراهيم ينادينا نادينا شباب نفس جوه شباب نادر جونا واحد والله جونا جبار قوي كفي هاي لا تموت والله ابو حسام في 50 دينار طيب والطوري مش مع من ها ويا طوري لا انت مع ابو يارا وبعدين اول مره انا اشوف واحد يغسل تمره ليش تغسل تمره صدق شديتني اول ما جيت كيف تغسل تمره وتت على حديقي دقي انت ما شفت اصبر كيف يتغدى من اللي قالك ضاري غسل تمره انت ما شفت اصبر كيف يتغدى ايه باذنجان هذا سام هذا هذا التمر صح ايه ليش حقه عاجل شو فيها سام ضاري خله يخترع يا اخي اشياء ابى اخليه هنا سامن هاي سامن هذا شيء اخر سخ النظاره اتركوه تحسبه مع شنو هذا يا ربي جايبه لي والله اني احسبه غسول والله لا يكون قصيتك فين لا 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 الوضع تعبان اليوم شباب لا لا الوضع تعبان برطور تعبان من السالفه ركز يا الله من الاتهامات اللي اتهمني يا باطل يا امبراطور اسمح لي يا امبراطور اشعط مشعطن ما اقول لقيه اسمح لي امبراطور تفضل ابغى اشعط امبراطور تفضل شعطن صح يقول هذا ما يعني اتهامات شنو خيزر موجود عندي لا اتهامات خيزر موطن لا لا يا ما حقيقه وانا على مشاهد بس يقول ما هذا يعني المفروض تقول غلط لا 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 انا قال لك الاثنين ذي والله احبسهم على طاري التفحيط يا معلم خلنا نشوف وش سالفه خلنا نسمع موسى وش القرار ابغى تسمح لي يا امبراطور بس سالفه 20 متر في 20 متر
اليوتيوب بيعجز ايش هذه قضيه العقال وقضيه الثوب قضيه السروال وقضيه الفنيل يا موسى واذا حكمتوا فاحكموا بالعدل طيب خلاص ذي سوالف اليوتيوب ايش بيسجل ما بيسجل قال الله تعالى قال الجمهور يعرف الحق قال الله تعالى يا موسى واذا حكمتوا فاحكموا بالعدل صح ولا لا اخذ المركز لازم احكم بينهم بالعدل بما انا حطيت بهذه الامانه مكلف ومدان حتى نطبق العدالة على نفسي قبل نطبقها عليهم يا موسى مفروغين من هذه بس هذا هذه تحكم في هذه نعم هذه تحكم في حتى مطارة الماء ومكلف حتى في الحمام العصفور العصفور مكلف انه يشرب ماي واذا حكمت فاحكم بالآية نعم جزاك الله خير لكن دي سوالف يا رجال ازعجوا بها عقال شمال طاقية كشميري ارض جو بحر سماء والله ما ادري والله العظيم ازعجونا يا شوف شوف انواع نظرتي امبراطور عطنا من قصص انواع نظرتي امبراطور عطنا من قصصكم بطولاتك هذه سوالف ثاني شيء ايش سوالف الان الان انا بسمع القصص والبطولات يلا والانجازات لبيه ما تدل اسال طال عمرك سكر عليك احطك حلا انا غير سكر عليك وخليك ايوه لانك حلا ساكيني واللي يبغى يغسل يده في السم انجازات الامبراطور متى حدث الامبراطوريه البارح تمام قبل تكفون الاثنين الامبراطور اشوفك ابيض ليه؟ خميس منين؟ الامبراطور اشوفك ابيض هذا من علومها الغانمه خميس اليوم خميس على اربع ايام سالف الامبراطوريه اربع ايام اربع ايام يعني سالي 480 سنه على حكم الامبراطوريه الله عليك كيف الامبراطور؟ يحق لك الله عليك صفك 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 زين لا لا صفك 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 صح 400 سنة كفو وأنا على حكم الإمبراطورية كفو وأتجلى في هذه الإمبراطورية الله عليك وستتباهى أنت بتتجلى يا أم السابق لا تجليت وخلصت بتتجلى لا خلاص نسبة برايمات وثانيا قمت الله بما لا تقوم به الإدارة الله نعم أنا معك بما لا تقوم به السلطة العليا الله بما لا تقوم به أبو يارا نعم شوف البرنامج بما لا تقوم به أبو يارا أوكي ما لا يقوم به أبو يارا حتى أشوف الأواني الأخيرة به أبو يارا أشوف الأواني الأخيرة محمد عيسى يرقد ومرتاح ولا عاد يجي ولا عاد يفر ولا الموجود عايض والله أبو عيسى خربت على الأيام ما عاد يراقب أنا يوم شفت القصة شفت القصة لا 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 تقول أبو عيسى خرب عندك إمبراطورك إيه عندك إمبراطورك اللي هذا سوى كله دخل عليه وصعد الثغرة هذه هذا المعاون أفصل أفصل المعاون هذا والله إيه عايد أفصل وصير الكلام غير حط المجال على المعاون هذا والله عليك موجود هني والله العظيم لو إمبراطورك لو إمبراطورك حقي والله حقي 20 ساعة حقك لو الله سبحانه وتعالى لولا تنفيذ إرادة الله فيني كما سويت كذا الله عليك كذا طيب هاي لازم أعطيك باللغة العربية الفصحى ولازم أعطيك أنا 70,000 مقالة مقالة ما تسولف معي دول تم محاضر سكر حلقي الله عليك إمبراطور الله عليك هذا المعاون نحط المجر عليه و صايت صوت الامبراطور ترى بيصفقك حتى الاعداد تقوم باجراءات الاعداد نعم 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 شو اسمها دشنا شيلته كم صح كريبت شو اسمها هذيك الجاهزه ايوه السكريبت ايوه امس سعدت هو من كان امس تتواجد في كل محفل يعني تتواجد في كل محفل امس وشو 11 الليل 11 الليل اتذكر سالم اي سالم سالم الغامدي تمس هذا يعني قال برطوب بعد اذنك قلت شنو قال بيك تساعدني في المحاور حتى اباضه اعطيتها جاز نعم نعم يستاهل ابو خليل يستاهل ابو خليل ابو خليل قال ابي يوم عشان انا رجعت تعبان نعم اباضه الله يعطيك الاجازه صح برطوب يا اخي يلوموني فيه لا يعني شنار و ايه فاتمنى اتمنى من السلطه العليا ترك الدوسري احنا نحبك نغليك مثل ما تسلطوا عليا انا امبراطور نعم الله الله عليك الله طيب وش تتمنى ترى ما قلت ها الحين وش اتمنى عدم التدخل في المتسابقين طالما الامبراطوريه في احدي انا سلام الله عليك عدم التدخل وانا المحامي حق المتسابقين كلهم الله عليك وانا الذي ارد عليه الله عليك وانا من سوف يسكتهم دي يقعمهم ايش اسمه يقمعهم الله عليك تفضل انا اعرف تركي الدوسري السلطان اليوم ما يهتم ذا الكلام لا يهتم ان شاء الله ما يهتم يهتم برضه عايض عايض سلام 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 مقاسي مقاسي انا مستحيل
يعني مقاس ثوبك نفس مقاسي انا يعني امبراطور الاول انا كنت معهم بذي المقوله الا هنا ذي خالقه يا جلاع ماس انت شيله قام ينفذ من ذراعنا شفت اللي حطه من رقم القياسي من كثر ماني بحب عن قناعه على اعطاني ثوبك اطلع مقاسي يلا يا اخي يا اخي احرجك لا والله تقعد والله تقعد امبراطور اسمعني السلطان علي ما نبغى نطلع هناك ما نبغى نطلع هناك ناخذ الصور الرجال طويل ما شاء الله تبارك الله ما يخاف من شيء ثاني شيء ايد هالكبر سالفه ان الامبراطور ما اعرف انا اعرف الامبراطور شو يقول هو طول شو في عز لا 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 في عز امبراطور ايه طول عز ايه طول عز الرجال هيبه طول عز هيبه ايه طول عز ايه ايه يا عايض اسمعني سوى قيط اعرف لك امبراطور ليش لان طول عز في عز امبراطوريته جاه السلطة العليا ما خصم منه ولا راح له انا اقول ايش رايكم تستلمون استبعد ويارا تستبعد من استبعد امبراطور خل عاد انه شؤون المتسابقين راح للراس الكبير الامبراطور وقال له كذا قال يلا شوف راس كبير صدق لو كان معك العقال خلاص يا معاون والله لو ابو فرد خلاص ولا ما خلصت ايه ها خلاص ألم أقول لك إن إمبراطور على إمبراطور يفرق؟ زي الله الله عليه زي وكيف لا؟ اسمع لا هو يختبر المعاونين اختبركم شوي اختبر يشوف الحس الأمني عندهم شوف والله راح تموت يا عايض أنا قبل تقول سالفة وين رايح أقعد يا ولد يا أخوي ابن الناس عندي شغلة بخلصها لازم يدور القرية يدور القرية أنا صار لي خليني أكلم والله قاعد يتعب أكثر منا أنا صار لي موقف على في الكشافة شوف يقول أقال اي صدق سوالف زي الناس عقال ثوبي سروالي زي كذا واحد غير كذا كشافه غير لا 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 السروال واللبس شرف عظيم هذا نعم ايش دخل شرف يعني انت لو بس هذا ما كان يستر تخيل يعني انت الحين لو مسوا يستر ويستر لا يسولف في السوالف عشان لا لا ما ليش ولا شيء لا 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 ما لك لا نزل اليوم يلا صدعك كشافه علم صور معي ما في باليوتيوب الا كشافه اسمع اليوم على الكشافة لما الكشافة شنو دوركم تقومون فيه أيوه. كم لغة عرفنا متواجدة في الكشافة أيوه. علم كم لغة متواجدة في الكشافة أيوه. طريقة إذا اشتغلت في الكشافة 3 سنين ولا بعد قلتهم ما له سالفة أبشر طال عمرك علمهم بعد ما تخلص منهم علم سالفة البن وعلم أفضحك ولا لا 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 خلها هذه خلها بعدين تدرون الامبراطور يدري في الخافي وانت ما تدرون لا 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 طيب قول لهم في شيء حصري قول كذا قول في شيء حصري الخافي اللي يصير في الاداره تشوف ان الغاوي ادري ان الله سبحانه وتعالى يعلم السر ويعلم العلاني يعني اتكلم عن هذا انا ايوه من ادم ما عندك اسلوب ولا ادب عايش على شنو حاضرين حاضرين شبس 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 عفس وجهك حيلتك حاضرين اسف زيدك ما طلع زيدك معاون اصعب موقف اصعب موقف مر علي في الكشافه يعني ممكن من عام 25 الى عام 39 اصعب موقف مر علي عرسان يعني شكلهم يعني توهم حديثين يعني في الزواج ايش قلت اسكب راحوا حجوا ويوصلون الحجاج عاده يوم 8 طافوا طواف القدوم وراح المخيمات على اساس انهم يعرفون الحمله حقهم وموقعها في منى مشعر منى يوم وصلت عاده هذا الشيء يسوونه دائما الحملات لما يجي الحاج في البدايه اللي تبعهم بعضهم ما يجون بالباصات يجون طيران يروحون للحمله مباشره يستقبلهم قسم ضيافه للنساء والرجال فالمسكينه شكلها جلست مكان فيه السخان حق المويه الحديد ذاك سخان جالست تكت كذا وطاحت عليها السخان كامل غسلها من هنا من شعرها إلين خلف ركبتها وش هو ما حار الماء الحار وياخذوها واقرب مستشفى اللي هي عند من الجسر مستشفى كبير سعودي ياو الماء كله انكب عليها من هنا حتى وصل هنا تعرف يعني الحريم ما شاء الله يكون لبسهم ساتر ودبل وعباية ولبس داخلي ولكن وتخيل الحر وتخيل دائما يعني الفترة الماضية مر الصيف في الحج وخذوها سحبوها مستشفى إيش قالوا المستشفى تخيل يعطونها لما تجي يعطونها كريمات خاصة الحروق
والتسلخات الجلد اعطوها الكريمات هذه ويقول لها بعد 3 ساعات لازم تجي المستشفى. اي لازم. لان مع اللبس والجو والحركه. اي لان الجسم يتبقى ما بتتعافى من الحروق لان منطقه رشح اصلا. شلوها والحمله من حسن حظ حملتها قريبه من المستشفى من الجسر. حركه المروريه حلوه يعني ما فيكم فيها صعوبه. لكن اللهم لازم تتحرك مشي. الحمله ترى ما عندها سيارات. لكن في خدمة الهلال الأحمر السيارات الصغيرة يودونها فكل يعني جتهم موافقة أنها كل شوي يجي لها سيارة الإسعاف ياخذها يوديها الصغيرة دي زي حقة المطاعم. جاء يوم 12 أو 11 وديت عجوز بعربة من خلف الجمرات يعني مسافة يمكن ساعة ونص وديتهم طلوع لأن المنطقة فيها طلوع شوي الجمرات حتى عند ابن داود اللي في العزيزية بالعرب حتى هناك وخلصت وأنا راجع أرجع العرب لأنها تبع خاصة حق المركز الكشاف حق إيصال الحجاج أوصل نصف الطريق أجي هي قاعدة على الرصيف تبت رصيف كذا وأنا راجع وزوجها معها واسمع انينها وزوجها معها كرتون ويهف عليها بالهواء يمكن الساعه 2 بالليل عد وقفت عندهم وقفت سياره ونزلت العربه كذا واروح عندها سلامات ايش في عسى ما شاء الله وشافني الدوريه وجت الدوريه 8 وعلمنا بالسالفه قال العسكري كيف لانه رجال الامن يجي يحطونه مثلا في النقطه هذا في المثلث هذا في المربع هذا حلو. حركه السير في مشان المنى يعني لاختصاص قطاع معين مثلا عرفت القطاع الامني هم يضبطون من اسمه ضبط امني احنا لا نعرف المداخل والطرق والتقاطع قلت لها كلمته قلت تقدر توديهم انا بوديك اقرب مستشفى واقرب طريق مختصر قال تم شوف الشجاعه يعني اخذ الاذن من القياده انه يغادر الموقف بيكون عسكري مكانه وده يعني الحاج خط احمر مهما كان اخذناها ركبناها معها عربه خاصه اعطوها عربه خاصه المستشفى ركبنا لها العربه في السياره وركبت معهم طلعنا لين يعني على طريق الملك عبد العزيز عند طريق القطار نزلنا على من الجسر لانها عند طريق الملك عبد العزيز نزلنا على من المستشفى من الجسر عند البوابه دخلناها لأن في كشاف هاي زي ما قلت اللي كانوا موجودين كشاف يشتغلون مع وزارة الصحة مع الهلال الأحمر مع الأمانة المشاعر المقدسة مع الأمانة في قسم الأضاحي تنظيم وأيضا مع وزارة الحج عملنا أساسا هو مع وزارة الحج لتنظيم الحجاج وتفويجهم الحركة ناخذ الحاج نوديه ضايع تاع نرجع فجيت وفي كان كشافة خلاص قلت لهم هذه الحاجة باستلامكم وباستلامكم تودونها للمركز حقها المخيم حقها أنا خلاص يحق لنا احنا انا عملي برجع عملي يعني بسلم هالكشاف هذا يخلص اجراءاته في المستشفى والله اول ما دخلناها يعني شوف التعامل لا من وزاره صحه لا من وزاره حاج لا من الكشاف لا من قطاع امنيه قلت لهم هذه حروق من الدرجه الاولى او الثانيه ايش قالوا لها وقتها اظن الثانيه وهذه حاله طارئه على طول والله من السرة كذا حروق الدرجه في التسلخات يكون نزولها في الجلد أقوى مساحة النزول الجلد الحروق تسلخ في الجلد الثاني هو كلها درجة النزول في الجلد بعضها يتسلخ الجلد كامل حتى يطلع لك أحمر الجلد اللي تحت فاستلموها ودخلوها المستشفى قالوا لا يقول لي بعد ما طلع انتظرتهم شوي يقول لي دكتور لا لازم تكون عندي تكييف ولازم لها راحة ما أدري كم ساعة ما أدري إيش قلت طيب استفت لك مفتي يعني تحط فدية تحط شيء أنا أظن أو توكل في الرمي يحق لها توكل في الرمي لا قالت لا حتى دعا الله سبحان الله تبي حابس قلت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها سبحان الله شوف بعضهم خلاص وصل المشاعر هذه يقدرها
ويجاهد قدر المستطاع انه يعيش الفضل في هذه الايام كلها ايام معدودات. يحاول قدر المستطاع، مواقف تصير لي هناك ما انساها في حياتي، وهذا اللي خلاني شغف اني ما اترك الكشاف. زين السؤال موني تطوع يعني، والله العظيم انه ينتهي دوامي ساعة مثلا، احنا نستلم من 8 ساعات الى 10 ساعات حركة في الشمس وبالعربات، تاخذ ذات وديه هنا، تاخذ ذات وديه هنا. والله العظيم اني ما تجي وقت التسجيل في الحج اني اسجل. زين جاكم واحد بالحج مثلا كويتي، عماني، قطري، ايا كان من دول الخليج ولا اماراتي، السلام عليكم، وعليكم السلام، ما عنده المعرفة عن الكشافة، جاكم قال لكم يا جماعة انا بلبس لبسكم وابي اشارك ياكم ابي اتطوع، هل لابد اني اعرف امور معينة وتكون عنده خلفية عن امور معينة يعطونا رؤوس اغلام شنو يسوي ما يسوي ولا؟ اكيد شنو الاجراءات؟ هو في فرق من دول الخليج تشارك مسموح؟ ايه مسموح تشارك. ولد لازم تكون الفرقة دي مشكلة من جهة يعني تبع الجمعية الكشافة زي السعودية وزي الكويت كذلك، لأن الكشافة هي أصلاً عالمية على مستوى العالم وقديمة، وأصلاً مؤسسها كان ضابط، مؤسس الكشافة كان ضابط، فعادي تقدر عن طريق الجهات اللي في الكشافة عندكم في الكويت تكلمهم أنك تبي تشارك في الحج لما يفتحون في الحج. ممتاز. من بعد كورونا بدأت الأعداد تقل في المؤسسات الطوافة في الحج، فصار العدد في الكشافة يقل حتى يرجع العدد الكامل، ولا أصلا زي خلف يقول إنه راح حج وكان العدد قليل، من بعد كورونا صار أقل لظروف الوقت فقط، ولا بعدها خلاص بيرجع العدد الحجاج المخطط له. لكن ناحية الكشافة لازم تجي، احنا نجي يمكن يوم 25 26 الى 27 بعضهم 27 11 قبل الحج، يمكن 20 يوم نسوي مسح ميداني الصباح والمساء، خاصة زي الجدد لازم يسوي مسح ميداني للمنطقة كاملة. بس متعة 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 وناسة وتعرف لك على ناس جدا. وبعدين ترى والله اني اقابل اللواء، اقابل اللواء ولا اقابل عميد، لود النفسية تتعب للشيء اللي فيه خير، شو ما تحس كلنا ما في، تتجلى الرتب كلها في خدمة الحجاج. الله أكبر. كلهم تحصل الضابط والله ينزل من سيارته ويتكلم مع الحاج هذا ويخدم ايش تبي كذا كذا. والمقاطع ذا اللي تنتشر الحالة على وقت الحج صب الله انها تأثر تأثير ايجابي لنا انا كمشاهد، ما بالك اللي عايش اللحظة فعلا. هذه صورة على حد يصور، ما بارك اللي عايش اللحظة صدق وقتها. وتشوف احنا احيانا لما نخلص دوامنا نطلع باللفت اللي في الجمرات، نطلع فيه ونطلع لأعلى دور تشوف تفويت الحجاج المسار، لان حاطين مسافة كبيرة اللي هي تحديد مسارات من للدخول للجمرات. شيء عظيم، تنظيم لا اله الا الله. تخيل في مهبطات دخول جمرات، في مهبطين ترى في الجمرات للطائرات، مهبطين للهلال الأحمر، وفي مسار خاص بالهلال الأحمر يجيبون المريض يدخلونه في اللفت عند الطيارة شلوه على المستشفى التخصصي برا. أول كان الجمرات زحمة ضيق، الحين يمكن ثلاثة أدوار ولا دورين؟ أربع أدوار أو أربع أدوار بتحجيت أنت؟ يمكن أربع أدوار ولا فيه لخبطة منك مسار، المسار يمكن وسع المسار، أنت ما الحين طالع أنت كذا طالع الجمرات كل شيء مرتب، المسار يمكن وسعه، شفت الشارع العام اللي ثلاث مسارات يمكن وسعه المسار واحد، انت تطلع يمينك تشوف ناس طالعين مسار ثاني بين كل الجمرات، في ناس تحت في ناس تحتك في ناس فوق، يعني تنظيم. اقول لك معلومه لا منك خلاص حذفت الجمرات ما تزحمون تروح هناك، تروح عكس الخروج، تروح الدور انت اللي في المسار تعود تنكف منه، ذولاك ما تواجه معه ما انت خلاص المكان اللي دخلت منه هم يعودون، هم يعودون مع مسارهم يعودون كذا، يروحون صوب خيمات ولا تروح صوب خيمات، ما عاد في ازدحام اول وتدافع زي اول، فهمت؟ لا شيء كل شيء منظم، في 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 تفويج على شكل نخله تدخل جمرات وتطلع كذا وتعود، وفي تفويج على شكل دائره كانك ماخذ دوار تروح ترمي من هنا وتطلع من هنا، ترجع المسار هذا كامل بعدين تدخل لمخيماتك من وسط المخيمه، يعني ترجع لين تطلع من الجمرات وبعدين تدخل الخط العرضي لين تدخل. تقدر تضبط طيب الموسم الحج
اضبطك بحجه كيف اضبطك؟ شارك مع الكشافه اللي شارك مع الكشافه اللي في عسير بس كشافه تطوعيه شارك مع الكشافه ما تقدر تحج نفسك صايد اصلا ما تبي والله ما تبي شوف الخدمه اللي قاعد يقدمونها تستميت لدها والله كوبون الحجه من طرف الكشافه ما هي ايش كوبون كيف ابو الطريق تقدمون خدمات تتاكد عندكم خصومات هذه خصومات هذه خصومات والله انا شغال والله طافي ما شغلت اخر شيء ايوه هذا الكوبون عندك هذا كوبون الخصم ايوه طيب زين طفي من الحجاب اي صح لا توك ما اخذه والله يا شباب ولا حلبه بس الموضوع بعدين شوف بقول لكم شيء مثلا انت يا فيصل ما شاء الله تبارك الله لما نطلع من هنا ما شاء الله كل شخص عنده عدد تمام بامكانك تتواصل مع جهات من هناك تكون تغطيه اعلاميه للجهود اللي قاعد تقدم في اعلاميين كثيرين ويحجون يكون على تكلفة الحجة على الشركة ذي أو على الحملة ذي وأنت تغطي جهودها إن ما كنك الكرة الأرضية أنا حسيت الحين بالشعور وهو يتكلم في منا يا رجاجي قسم بالله الهواء هناك ما هو بالهواء ذا اللي يشمه هنا أنا متأكد أما نجيم الجنة تكبير أما تكبيرات شيء يا جماعة قسم بالله لما تسمع التكبيرات الصباح والمغرب إني أجلس كده أطلع أجلس بس خايف وين سكنت؟ وين المخيم؟ والله العظيم المخيم وين؟ شيء مخيمنا يا طويل العمر والسلامة شفت كيف أوصفك إياه؟ أعطني ما عاد في مخيمات قدامنا أنت أطلع يمين الجمرات ولا يسار الجمرات؟ لا الجمرات على يمنان نطلع سعود كذا نطلع سعود الجمرات وندور إذا دورنا يصير البيك على يمنانا أوه الجهة اللي فيها الأنفاق فوق الله الجهة اللي فيها الأنفاق فوق عرفت؟ ما عاد في مخيمات قدامنا مخيمات كله بها ورانا منطقة واحد الظهر منطقة واحد يا أخي والله أبا أحد إن شاء الله أنا أبو طلال السنة دي تمام يا أبو طلال خويت لي واحد خويت لي واحد احنا طبعا متى جات موافقه الحج متاخر شوي يدريك اني رايح مطار الدمام معي الوالده حجيت انت الوالده اي ما في الا انا اللي لابس احرام فقط في الحرم في المطار العالم يطلع ايام كورونا العالم يطلع وش كان عدد قليل يلا بس المهم رحنا جينا متاخر العالم كانوا واصلين قبلنا بيوم جينا متاخر وفيه اسمك مسجل في الخيمه الفلانيه او كذا والله حتى في البطاقه هذه تسهيل الدخول نعم كل شيء منظم الوكاد وشاري لي المظله اللي لما انك فتحتها كذا الطشمون 300 ترشمون اي شاري لي انا والوالده يعني الثنتين ب 600 يعني عشان الحر كذا 60000 لا 60 نزلنا مطار جده ركبنا مع واحد وصلنا نسيناها وقفكم في كدي نسيناها يموت ترى كرتونة والله ما فتحنا وقفكم كدي صح؟ راحت كم مشوار يعني طلع علينا المشوار بس من المطار لمكة بأكثر من ألف المهم بس في سبيل الله إذا ما تدخل في الحج إلا السيارة مصرح لها حنعلم المهم جينا متأخر ندخل الغرفة يوم جاء في الليل ليوم جاء واحد متأخر السرير اللي جنبي يلا حيوي المهم اني تعرفت عليه كم اللي في الغرفه عندنا والله اني اذكر اشكالهم يا اخوي لبراح قوتهم يمكن احنا اربعه اللي في الخيمه المهم اي قليل الحج لحجنا يمكن 60000 بس عدد الحجاج كامل أنا تعرف يا رجال تخلص أنا وياه اليوم الأول اليوم الثالث خوه مسكت خوه أنا جاء ذا قال أنا منك أنا بطلع بروح باخذ الوالدة بروح الحرم قلت له أنا منك أنا بعد باخذ الوالدة بروح الحرم قال يلا أنا والدتي قلتها طالع قلت أنا وأنا بعد قلتها طالع يلا أنا منك أنا المهم طلعنا رحمك الله طلعنا بنروح صوب خيمة النساء كلنا بياخذهم رحمك الله المهم أخي يوم وقفت لا ذيك أمي أعرف شكل أمي
جاية تمشي وجنبها مرة عرفت واضح انها خالتها تخالتي والمرة دي لما تمشي معها مرة تسولف وقفت انا وهو وقف الرجل طالع قهوة طالع شوي يوم جات امي وتشطر وتجيني الحياة قالت هذا ولدها خاوة الولد خاوة ام اللي انا مخوي عرفت انا خويت الولد خاوة الام تخاوه وتمسك وتمسك خوه طول العبادة توقعت والله السيناريو لان كلنا جاي متاخر فهمت بسم الله عليه ما شاء الله تبارك الرحمن هذاك كان يخلي عنا ابن ضمير اللي قلت بس الولد يدرس طب يسالني انت ما شاء الله ويتخصصك وش انا قد كملت 5 سنين في الجامعه تخرجت قلت اكذب لا ما يصنع اكذب ولا محرم وحاج تصددت بالاجابه بيني وبينك تدري وش الافضل شيء عندنا لما نوصل حاج بعض الحملات يعني كشافه عندها خطه حمار خلاص بعضهم خلاص ما بيكون في حد في الاستقبال ما ينتبهون لنا لانه لازم يكون معك ايصال لازم يعني الحاج الواحد محسوب نعم محسوب كل شيء حتى اذا كان معاه اغراض نسجلها في الايصال زي البوك كذا زي الشيكات فيها ابيض واصفر وازرق إيه؟ الازرق يسلم للبوك بقيه البوك يكون ازرق يسلم لوزاره الحج الابيض للقياده الكشفيه اللي عندك في المركز الاصفر يروح للقياده العامه معسكرات الخدمه العامه بالحج القياده العليا يروح له ابوك يا اسمع اسجل محسوب ابن زايد مو طيب محسوب عليه فكان تخيل كل ما ندخل لحمله بعض الحملات عندهم ثلاجات حاطينها في الاستقبال حقه الايس كريم عرفت حقه الايس كريم وحقه الحلا ضيف الحب كان افضل كان افضل شيء لما تجي يعطونا ايس كريم مبرد سلام يا ولد الشركه ذيك موسى كتبت لي بيتين وانا محرم عاد انا باك تحلت محرم ما شاء الله جات القريحه الشريفه لا لا مسكت كذا قلت والله لولا الحياه والخوف من ربي لقبل على خسرك المضمور وظف لكن من هرب الشاعر اسمع بلعوم الشاعر دي ما عاد اسمع حتى اني بني احلى والله لولا الحياه والخوف من ربي اقول على خسرك المضمور وظفه لكني احرمت في الميقات وملبي لا تعترضي ترى قلبي على حب والله لو ما الحياه من ربي لا اقوم اصبر اذا بعد سفاره والله لو خوف من ربي البلاء طارن عادني راجل اليوم صرت المغرب خوف من ربي صدق الله يسلمك يد خرج سليم الله عليك يا مبارك سلام مرحبا ابو محمد فختاما اللي قمت شوف ختاما اللي يا عايض فختاما للكشافه انا انصح للي يسمعني الان ويشاهدنا ويشوفنا انه لا رحت تحجيت شفت كشاف زي اللبس اللي لبسته المنديل هو المتعارف عليه اللبس معروف الابيض والالوان تختلف الحاجه بسيطه لكن لو شفت شخص لابس المنديل الكشفي البريحه زي حقه الضباط هذا امسك فيه حقه غواصين اي لا هذا الكشافه انا اذنكم يا رب في معسكرات الخدمه فروع عند ابو عبد الرحمن غواصين يلبس انت بعقلك غواص يلبس بريحه تبغى تلبس النظاره يمكن ما عنده في يعرف في الدول خلصت العطسه عندك المهم خلي سلفك خلي سلفك تقدر تخط خلي انا لا 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 خلي خلي هو فاهم بس كمل ايوه المهم فعندك زي ما قلنا علامه الاي هذا مركب الكشافه اي واللوح اخضر هذا اذا ضعت ولا تهت ولا تبي احد يدلك حتى لو تبي تروح عند اخويك والله بعضهم يجون عندنا يبي يروح عند اخويه مخيم ثاني نودي او نرشده ارشاد عادي ف شكرا يا شكرا يا اللهم امين وياك وتكلم البريها يا موسى البريها هذه تقول عنها انت هذه في امريكا هذه حقت الغواصين
والطيران الضباط. ها شفت؟ ايه الطيران يلبسونها. احنا نلبس. حلو؟ عنده معلومة. واثنين يا اخي ما في شمس. الغرب بشكل عام يلبسونها الغواصين. امبراطور مثقف. يا اخي ما فزعت. يلبسونها الغواصين. ثقافة ثقافة. الضباط الغواصين. ايوه يا بس انا تقول لي غواص يلبس بريها. فهمت؟ تغرق. الله يطول عمرك. والطيران في المملكة العربية السعودية يلبسون هذه. نعم. الله يعزك. احسنت. ثقفك وعلمك تعبت انا ثقفك. لا 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 ثقفت على اي درجة بس انت تقول لي غوص بريها. دقيقة يا اخي غواصة الغواصة اللي كبر راسك الدائرية اللي تنزل في البحر. اما غواصة كبر راسي. يا اخي الغواصة لا تطقطق صدق حقت ال لا يا حبيبي الدش هذا اللي تتروش فيه اقتصادي ولا شيء تنزل في تحت الارض ويقعدون فيها زي اللي في الكاراتي قائد سفينة وعليك ايش اسمه ايش اسمه وشو ايش اسمه ال قائد السفينة اسرع غواصة في العالم كم سرعة طيارة لا لا هذا اصبر اصبر كابتن السفينة ايش اسمه قبطان 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 الله عندك ربان الله عليك الله عليك ربان 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 لا ربان توك صاحي ربان ضبان توك صاحي روح شفت افتح الدرج الثاني موجود هناك الاعدادات طيب يا شباب مرطوع صلوا على النبي لا توجع تدري تضرب تدري تضرب لا مو كذا انا ودي اقول كلام في خاطري ودي تسمعوني اذا تسمحوا تقول في خاطرك وصلت من جدة قريب الشهر اسلم بالعاني قال ما شاء الله هذا التيشيرت اللي قصيد الحلال في قطعه جماعه غوايد ما صدق ولا كفاني احب الشرب شريان ناصر القطري الوحيد في برنامج البزنس طبعا زاد فضلك فضل فضل مساكم انا وضع اجباري ادري انكم قد المغرب خلاص بس مساء الله عسنت نبدل بس يعني يكفيكم التفاؤل والشيء اللي يشرح الخاطر لكم لا احنا ما شفناك كان متفائل ما كنت متفائل لا متفائل مرطور شفت كيف يعني زاد التفاؤل عدل المشي عدل المشي مرطور عدل المشي ايوه عدل المشي مرطور انا ما انا الحركه هذه اقول يا يا اخي خله يتقفز لا 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 تحلى وجهك فاضيين احنا بعد تحلى وجهك تركض نروح نجيب الشباب الشيطان الله عليك مرطور حتى في صحتك يهتم في صحتك شوف انا شفته كح واحد وهو نايم قام عنده بسم الله عليه تمام تمام خليهم يكتبون يسحبونك تمام والله انك ما تدري ايش صاير الوضع مفجور تعرف البيت المفجور اذا انفجر عرفت صدق راس الاسد قاعد 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 ايوه الخضره هذه يا والله صدق عاد على طاري الانفجار صدق خلاص قلت اللي بخاطرك عاد لا لا على طاري الانفجار عاقبهم اي واحد بعد برنامج يرسل لك اسد طلعت في يوم انا واحد من الشباب اي انفجار ما يطر انفجار انا قلت انا قلت انت قلت انفجار طلعت في يوم انفجارات انت شراخ بتخاف منه جو انفجارات يا عايد عايد نبي الحلاق طلعت غدا ان شاء الله طلعت انا واحد من الشباب يا الربع قاعدين نتمشى ونفرفر وقلنا بنروح الديره نزلنا واللي علينا بالخير مروقين ومبسوطين الولد حق شيلات حق وش حق شيلات ما يطرب الا بشيلات ويرفعها على شيء وانا ديني وديني انك ترفع في السياره الاخر شيء الصوت يسوق بيد واحده وتكي ايوه هذا اللي ياخذ لي هذا اللي نهايته مصوره ايوه المهم هذا اللي ياكل الرصيف المهم يرفع الصوت اقول له يا ولد قصر 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 انا صدعت يوم قدنا قريبين ها شوي نوصل فجاه كذا يطالفين في مين يسار فجاه انفجر راسه ها انفجر راسه كيف شافي مات انفجر انفجر ايش انفجر شلون انفجر شو انفجر تفقس بيض انفجر ازعاج ولا استرجع تعرف سوالف مع هذا استرجع الاحداث سمحت اسمع يوم استرجع الاحداث هذاريه في مثل مذكور عندنا يقول في واحد راسه انفجر ليه كان من كثر ما يسمع شيلات فكان الموضوع الانفجار وطرى والله طراها سالفتك انا اخوك عندك واحد سالفه سخيفه تكفى لا تعرج عليها تكفى تعرج عليها خلاص امبراطور 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 عندي سؤال لك امبراطور يا جماعه بقول عندي سؤال لك بقول بيتين بس و يلا قول بس دي عبد الله يقول عبد الله اشترك بسم الله هي طبعا ما هبي بس انها ذائقه يقول ما الله كتب لي على اللي صار صبر ولا الله كتب لك على اللي ما يكتب عشان أزعلتني يوم جيتك بالكلام اللي سوالفك ما تسوق وخاطرك ما يسوق أزعلتني يوم جيتك بالكلام القليل سوالفك ما تسر
وخاطرك ما يسر قديت ضيفا حشادا في ضيافة بخيل كلامه يقول اسر وعيونها تقول اسر سلام والله من هي والله ما ادري انا لكم حسبتها مهلتي ولا ابي حسبتها مهل قصيدتي ولا يعني حسبتها زي القصيده اللي قبل شوي كمل يا عبد الله ايه تفضل يعني هذا البيتين يعني ختاميه يعني لا بروح اتمشى عرفت هذا يلعب ضومنه قديم يا عايض يعني اول ما اجلس اقول سالفه بنص اقول سالفه في النهايه اقول بيتين وقول عايض تفضل يا عبد الله هذا بروتور عندي شوف انا وضع حالنا غير متاخر بيجيك شوف الخير شوف الخير هذه في امور ثانيه خاصه ما بتقراها انت امبراطور تفضل كيف شعورك ها وانت ترى يعني انك يعني اي ما لا ترى انك انت امبراطور هذه القريه مع انك اساسا انت امبراطور من اول ما بس يعني يوم حطوا يعني اسم كذا امبراطور القريه عايد كذا قلب زايد كيف شعورك شعوري امبراطور فرح يعني يعني شعور الامبراطور اي امبراطور ثاني فرح ذلك الراس الاسد المنفجر مثل ما قال معه بس يعني امبراطور يعني شعور يا اللهم لك الحمد يعني خليت الامبراطوريه برقم فارق وتستاهل نعم تتوقع اني اخذها طيب تتوقع اني اخذها شو اللي يمنع يعني اتوقع ان شاء الله اني بعدك ان شاء الله باذن الله شو اللي يمنع اني اخذها والله باذن الله لو تصدق لو اخذته ايش راح اسوي؟ ماني اصغر شخص في القريه راح استانس راح اشعل الاسبوع كامل لبسنا بابا سمبر ملابس ترى راح اشعل الاسبوع كامل يا سلام راح امشي العيال راح اكون كلها لا يا رجل السنافر لو سمحت لا تسقط امبراطوريه لا تسقط احس يعني يوم جتك الامبراطوريه انا اقول لك يا امبراطور حسيت يوم جتك الامبراطوريه شلت هم ومسؤوليه كنت ما تصحى الا الساعه 12 بالليل الحين ما صار سمعتها كل شوي تصحى كيف تقول 12 لا شوف تبي تبيع بس مو عارف صح تبي تبيع مو عارف زين شنو البرنامج لا لا شو اسمه لا ما ايش اخي انت تفهمني غلط والله في ابلكيشن يقولون في انا ما ادري وشو اقول لك ابيع انا ابيع انا انا اليوم ابيع لا والله شوف والله انا اقصد يعني اني اعطيك انك انت انسان ما شاء الله عليك شايل هم المسؤوليه نعم والله اول مره اشوف امبراطور محترج اللون امبراطور يتعامل مع امبراطور لا تفهمني لو اني ما تملكم ولا ساعدكم كما تصيحون داخل على الاداره تبون طلبات لا انا ما اصيح انا تحلف يعني بالله ما صحت ولا صح قول والله العظيم والله ما صح قول اقسم بجلال الله اصيح ليش اي والله ما صح طلباتك الخاصه يعني ما صحت يعني قصد انك يعني فهمت وما باخذ لا 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 رفعت صوت تكلم أصيح يا 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 أصيح صياح ما حي دربي مصيبة ونحكي تكبر مصيبة لا والله مصيبة يا موسى أصيح ليه تقول إن نايم للساعة 12 وما ينام للساعة 12 حق من حقوق تدري إيش قاعد تجرأ أنت ولا غيرك شفت للساعة 12 تعال ليه أطلب حقي وأنت موجود أقول لا تفضل يا محل تقول لا إله إلا الله في مراجع ليش تعدى المراجع تجرأ أنت ولا غيرك يدخل حرمة الإعداد حرم من غير حرم أو حرمة الإعداد هذه كلها واحد إيه معاذ ما تعرف اللغة العربية لا تجيدها لا تتكلم يا عمود تعقل درستها والله بس أنت ما درستها درستها المقلوب ما درست عادي والله درست والله بالعكس أكيد قريتها بالعكس العون بالله الشخص أجلس أجلس خليني أكمل كلامي أتكلم أنا تقعد مكانك أقعد 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 يا إمبراطور أقعد جانا استدعاء من السلطات العليا أقعد جانا استدعاء أسلم أسلم والله لو ما تقعد والله شويه احترام للامبراطور اسلم ايوه وين اللي داعي الشخص اللي يتجرأ ولو يملك الجرأه يدخل الاعداد باب الاعداد اللي بينه وبينه من غير اذن الامبراطور سمعت والله والذي نفسي بيده ان ياخذ خصم الخفي واتمنى يا اعداد انكم تكونوا معاونين للامبراطور ما تكونوا معاونين للامبراطور افتح الدعوه سبهله عليكم إذا في شخص الآن في غرفة الإعداد أعطوني تين لو سمحتوا يعني أبشرك لك ما في ما تجيت أنا كنت أولى عنده وش؟ لا طول عمر بس كان عندي شغلة والله العظيم والله كان عندي شغلة بسيطة ما أخذ جوالك عشان شغلة بسيطة لا ما أخذ جوالي ما قلت أخذ جوالي أنا أقول لك شغلة بسيطة يعني صارت هنا بس عندك مبادرة ها؟
شغله بسيطه بس مش اللي دخل مبادره فعاليه شنو هذا الوقت حدد بيسا تركز قوه الشويات كلم يكون داعمي عشان في مشكله حاصله بس 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 اضرب معك هذا الشغل اللي الله يسلمك عافيك مبرطر فلذلك الحمد لله بس ما في احد انا كان انت اللي جاي ما في سؤال ودي الاغلب يجاوب عليه تفضل 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 عايض هل تعرف اشخاص من برامج واقعيه سابقه وهذا الشيء اللي مثلا خلى دافع لك انك تقدم برنامج انا عارف الاجابه حقتك انك البرامج الواقعيه ما كان لك رغبه فيها بس يعني صار كذا موضوع ودخلت تعرف احد يعني متسابق كان مشاركين اعرف واجد عطني اذا بقول على اخر نسختين مثلا جنتل وسكريبت تعرف احد منهم كله ما شاء الله تبارك الله حلوه وانت عبد الله وين بس تدري ما تابعت ولا مره حتى ما وين وين تعرفت على الرجال من جوله هنيه حقين جنتل سكريبت تعرفت عليهم يوم قابلته من رحت مقابله انت تقول يا بود انك متابع البرامج اي متابع البرامج الواقعية بس جدا ما تابعت ذاك المتابعة يعني مرة بس سكرمت نعم كيف عرفت البرامج الواقعية أول شيء الله يحييك أول شيء مرحبا اللي يسألني أخوي معاذ لا يحترم حبك أخوي خلق هو يعني بادي الحوار وكمقدم ما أدري يسمح لك عادي ما عندي مشكلة بجاوب لك ما أدري أنا ما أدري بحواركم بس سألتك كيف عرفتها عرفت البرامج الواقعية من سبب كسرة يد طيب تقدر ترد الرد وتقول معاد طلعنا في حوار اوكي انا زعلت يعني ما زي فاجأتني خلاص ابوي خلاص الله يعزك الله يعزك لا قال مش بسوي انا جاي بس كذا الله يعزك هذا والله هذا نظرتك فيها شاصي امسك هذه ازيادك والله ايوه نظرتك فيها شاصي انا سالت السؤال ليه اتوقع ايش رايك كيف شكل اوف تهبل والله والله دقيقه ما تشعرك شباب فديتكم مجلس تعالوا بالله خليني اسمعكم الوضوء اسلم يا معا من قال سالم انا سالت سؤال ولم يكن له كفوا احد امسينا على فطرة الاسلام وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اني امسيت اشهدك واشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك استغفر الله استغفر الله استغفر الله لا اله الا انت الاحد الصمد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كل شيء ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار الواحد يوضي عشان الواحد ما يؤذي انت راح 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 ها الله يستر عليك غير طقم ما في حسابك
طيب انا بروح عند البنك تخوينه ما في ابن اوه شدد اين محيزان اين محيزان اين محيزان كذا طيب طيب شدد اول بن ها مو شدد اول بن اي شدد اول بن ايش فيك يا فتى البداوه تعلمني البداوه انت يا اين محيزان يا البداوه ارصك يلا اين محيزان ها المفروض ابو صالح خذاني مع العيال ايه بعد عزيز يا مره خذاني معك واحده يقول لك تعلم في البداوه محيزان وينه يلا بس شيل خصم يلا يا نايف حط مايك يلا يلا شيل خصم يلا شيل الليله يلا شيل الليله روح شغال ها طيب يلا اشغلت انا انتم حيز الله يشغلك ثاني لا تدعي يا اخي ذب شوف شوف انا لا تدعي لا تدعي انا باقي في صغير ليه تدعي علي امزح معك طيب انا قلت لا تدعي بس خلاص الله يشغلك هذا شوف الله يشغلني على طاعته الله يشغلك في طاعته يا الله شوف 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 كيف مخرج صديقه من المأزق انت حطيت صديقك في المأزق كم عمرك توني صغير ما شاء الله بس يعني على الاقل ما شاء الله تبارك الله رجال يعني قد عاصر الدنيا وعرف شراك الطيب عرف يعني شن واجد يمكن انا اجهله فهمت صدق انا في الدوام جيت البرنامج والله يعني انا خلاص اوكي انا اسف فهمت يلا اسف يعني في رد يفرق عنه طيب انا اسف خلاص استغفر الله العظيم انا ما ابغى نعم استغفر الله يشغلني انا خلاص يا رب اشغلني يا رب اشغلني بطاعتك يا رب انا تعبت يا رب حرام حرام يا الله يشغلك انت على انا غير واحد تعب لا لا انت حق انا مره ثانيه شوف كيف ارد قل استغفر الله ما ادري هذا هقل ايش كيف ارد؟ شوف قل الله يسلمك كذا الله يحفظك كيف حالك عايض؟ الله يسلمك على طول طيب اجور يا امبراطور سلامتنا في دارك اي حال وين البل؟ البل راحت شدوا يا مال القوم يا امبراطور ما اخذوني الدنيا اخذوني والله ما ادري والله جاني نام الاداره طيب ايش رايك؟ الموضوع الموضوع يا امبراطور الموضوع ذاك اللي امس اللي اوكي طيب لازم لازم نسولف بال باللغه اللي لا مو يسمونها لغه يسمونها لا اسولف انا وياك بس ما حد يدري ما تلفيق ايش؟ شو تلفيق؟ بالتشفيرات بالتشفير بالتشفير اوكي امبراطوش تفضل موضوش يا ريت ما حد يدري امبراطوش موضوش لكن كذا خليتني حاله تركي الخيش الخيل اي لا تعلم والبيداء تعرفوني والقلم والقرطاس والقلم والله شكلي والله اني صادق شكلي سلام عليك شلونش الله يبقيش والله صدق وخيش عند الجلسش ايه ويا ليش عرفتش ولا لا ايه شرفت معرفتش تدشيش سرعه شلون تدشيش خلاص الرجال ايش كل الدشاش الا والله ندش والله ما يدشش والله ندشش وين ورد ابوي الله يليك شو بتتشين ما هذا غرام عندي قصيدة لازم نعتمدها اليوم تكفى لاش عطيك ليكس عطني كلينكش لا لا تشوت بوجه لازم لازم احتمال هذا غرام امبراطور ابي اكتب يا امبراطور يا ربي ايش في اليوم القمر والشمس طالعين متى تجي يا فلاح اخلصنا بندش لحم ايه لو المدينه تحس باحساس الاحباب حسيت معي كل الرياض بغلط حنكون اربعه اللي مشى فلاح شدنك ما اربعه شدنك ما تعرف تغلط ايش ابراس كبيره خايزه فكر فيها ولا اللي فكرت فيها بس باقي بس نكتب الله انا نظل امها فلاح وعامر احنا اشتقنا لهم بس شو من مكتبه يلا يلا عادي عادي ان شاء الله النسخه الجايه بروح بسجل ثاني مره عشان تخيل ان الغيم على قلب حب ما ودي اتخيل والله تخيل الغيم على قلب مو تخيل هذا على قلب حب ها
توني صاحي من النوم على حد الان ما شفت انا قلب حب. ها هذاك ها ها صادق والله جاي على جنب كذا يمين والله على قلب حب والله صادق شوف اللي تحديه اليمين والله على قلب حب هذا على قلب هذا من اللي يحس باحساس الاحباب والله صادق قلب على قلب رجل واحد على قلب واحد وين وين انا ما قاعد اشوف قلب عايض هذا قلب حب هذا 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 انا اللي تصير ذا شوفها انا اللي صار اللي قدامي متقدم ذا انا هو جاي في اول مره تصير في تاريخ البزنس وعايض عايض امبراطور يصير قلب حب في الغيوم سجل عندك اللهم لك الحمد ليش قلب حب ليش ما تقول قلب ليش قلب حب قلب حب لا هذا قلب الحب فهمت القلب الحقيقي اللي هو فيه جنبها مليون وريد صح كذا هذا القلب الحقيقي تحسه شبكه انترنت هذا قلب الحب كذا ليه تكمل لهم كذا العصريات والدنيا اقول 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 شوف من يتحرك امبراطور ليه ما في معليات عصريات لا لا ثلاث ايام نزيل اموري انا امبراطور اسفين انتوا النظاره اللي شنق ذبان تكلمت قلت ليش قلب حب صح ولا لا ليش قلت قلب ليش ما قلت قلب قلت قلب حب اعطاك الجواب اما تاخذ الجواب ولا تقول شكرا للجواب فقط لا غير طيب ايش تبغى لا تعقب في الكلام صدق انا اعتذر لا لا ما بعتذر يا امبراطور على انه الراس ولا بشكر الجو لا لا خلاص 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 لا 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 امبراطور امبراطور تك تك امبراطور بقول لك شيء امبراطور اعطيك راي قول عصريات مو فعاليات ليه وش هو العصريه انا فاضي لكم ضرباتكم ما تدشنون انتم تسوون كلمات مو اعتذر ازله عندي بس عطني بس عطني عطني الضوء الاخضر بس شكرا ولا عطني الضوء الاخضر الضوء الاخضر شنو اني اسوي فعلا اليوم بسوي فعلا بس قالوا ما تسوي فعلا الحين مش فعلا الحين برد برد لا بكره بكره العصر يعني بكره العصر هذا ننطر شو اسمه بكره العصر اذا عاد نحي ايوه كنا نموت ان شاء الله احيا ان شاء الله يطول بعمارنا ان شاء الله يا رب العالمين على عز الطاعه خايف تموت ها خايف تموت وين انا ايش نعم ها ادعي ربي يطول العمر على عز والطاعه ريموت يطول عمري ان شاء الله على الدين متى ما تدري شغال طول عمري ان شاء الله على آمين ترى ما في لا غيوم وما في شمس ليه لابس نظارة ما في غيوم ليه ما في غيوم ما في شمس صح ما في غيوم ما في شمس صح أي. طيب ليش تقول في قلب حب غيم شفت انك متناقض كذاب لا موجود لحد ما في غيوم توك تقول لا يعني غيوم يلا طرفتك صح يا الله ما عندي انا ما عندي انا شيل 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 انا اعلامي ناجح اعلامي ناجح يعني ناقد واعلامي وقامة اعلامية ها آه فيصل طلال لابس اصفر كانك سناب شات تعرف تولي تبيز اي لون ازرق واحمر ايه في بطن شاشه كذا تيلي تبيز تريبسي نايمه وهابطه من اوكي هذا صاير شخصنا اذا سبب لا لا خلاص 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 اغلط شيل 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 لابس والله الطقم الاصفر ما اخذ حد والله انه حلو خلاني طيب ايش قلت ما اخذ حته ما اخذ حته حلو طيب. وين شو اسمه شري من سبستون وينه وين هذا وينه وين هذا تعال كانك مقدم على الدوره انا قايل العبود يذل دخل وقت الاذان طيب ليش ما تلبس جنز لابس سروال ثوب مشينا المسجد يلا يا ربكم